بيكم أعزائي الطلبة والطالبات في هذا اللقاء الجديد. إن شاء الله هنتكلم النهاردة استكمالا للأناتومي أوف ذا ميل جينيتال سيستم على الميل كوبيولاتوري أورجان اللي هو البينيز أو القضيب اللي هو عضو الجماع في الذكر. هنشوف الاستراكشر بتاعه، هنشوف الكومباراتيف أناتومي بتاعته في خلال حديثنا النهاردة إن شاء الله. البينس او الكوبيولاتوري اورجان ده عباره عن الميل اورجان اوف كوبيوليشن اند يورينيشن، ده عضو الجماع في الذكر ومن خلاله بيحصل الفويدنج اوف ذا يورين، كمان عمليه اليورينيشن او عمليه الايه التبول. الترانسميت ذا سبيرمز انتو ذا فيميل جينيتال تراكت اند ذا يورين تو ذا اكستيريور، يبقى من خلاله بتخرج السبرماتوسايت او السيمن اللي هو المني وكمان اليورين. The penis extended cranially from the ischial arch to the umbilicus in all animals except a tomcat. بص حضرتك كده، بيبدأ البينز من الإسكال أرش، وعرفنا الإسكال أرش نتيجة التحام التو إسكياي اللي هم عظمتي الورك مع بعض لحد منطقة الأمبليكس اللي هي منطقة السرابة، هو بيبدأ في كودالي ويمتد كرينيالي باتجاه منطقة الأمبليكس أو منطقة السرة، ده في الأول أنيمالز. بيبدأ من الإسكال أرش، من عند الإسكال أرش بيتجه كرينيالي، ده البينز بيتجه كرينيالي لحد منطقة الأمبليكس في الأول أنيمالز. في كل الحيوانات هو اتجاهه بيتجه كرينيالي، بيبدأ كودالي ويتجه كرينيالي اكسبت فين؟ في التوم كات. ادي البينس في التوم كات بيبقى اتجاهه كودالي، بيتجه ناحية الايه الخلفي بالشكل ده كده، انما في كل حال بيتجه ايه كرينيالي في التوم كات. ده كده صورة للبينس في التوم كات، دول التوصيل فخدين، هو متجه ناحية الكودال بالشكل ده كده، ده البينس في التوم كات بيبقى كودالي دايركت. دي صورة من منطقة البرينيوم، ده التيل او روت اوف ذا تيل، وده الانس اللي هو فتحة الشرج، هو متجه فين؟ متجه ناحية الكودال. يبقى في كل الحالة بيتجه دايركت كرينيالي اكسبت ان ذا توم كات دايركت كودالي. البينس surrounded by the skin superficial and deep fascia. لما نشوف دلوقتي الأجزاء بتاعة القضيب واللايرز بتاعته اللي هي مغطى بالسكن أو covered external by the skin، تحته superficial والdeep fascia. بعد كده بيبقى flanked on each side by the spermatic cord، من الجهتين بتلاقي البينز، ده البينز اهو، وادي التستس ماشي من التستس اللي هو السبرماتوكورد او الحبل المنوي اللي هو معلق الخصية، كل التراكيب اللي معلق الخصية داخل السكروتم دي بتبقى على جانبي القضيب، لان القضيب بادئ من الاسكيال ارش ومتجه كرينيالي. ده فين؟ ده هو في الغورس، الصورة اللي قدام حضرتك ده ميد ساجيتال سيكشن في البلفز بتاع الغورس، فده السايد ده الفخذ اهو، ده البينز متجه كرينيالي وعلى جانب بيه تو سبرماتيك كوردز الحلبلين المنويين. الفري بارت اوف ذا نون ريكتد بينز لاي ان كوتينيا شيز نون از ذا بريبيوس، الجزء الحر من القضيب لما بيكون في نون ريكتد ستيت تلاقي الشيز اوف ذا سكين اللي حواليه ده بنسميه ايه؟ بنسميه البريبيوس، يبقى القلفه او الجراب اللي حوالين القضيب، الشيس اللي حوالين القضيب ده بنسميه الايه البريبيوس، ده عباره عن شيس من السكين حوالين القضيب بيغطي القضيب بالكامل وبيغطي كمان الفري بارت او الجزء الحر من القضيب لما بيكون في ريكتد ستيت. انما في الريكتد ستيت زي ما انت شايف حضرتك ده الفري بارت اوف ذا بينس، وده كله البريبيوس او الشيس، بيغطي بقى البينس بالكامل ما عدا جزء الفري بارت بيبقى حر. انما في النون ريكتد ستيت القضيب كله بالكامل بيبقى داخل شيس اللي هو البريبيوس. The penis has dorsal surface which faces the ventral abdominal wall and the opposite surface is the ventral or urethral surface. يبقى البينز له سطحين، سطح بيسموه الابدومينال سيرفيس وده اللي بيبقى مواجه
للابدومينال وول، ده بيسموه الابدومينال سيرفيس او الدورزال سيرفيس، وده مواجه للابدومينال وول في حاله الاريكتد ستيت. والاوبوزيت سيرفيس السطح المعاكس ليه اللي هو السطح البطني ده بيسموه يوريثرال او الفنترال سيرفيس. يبقى السطح اللي هو الاحليلي او السطح البطني هو المعاكس للسطح الايه الابدومينال سيرفيس. يبقى دورزال سيرفيس وفنترال سيرفيس، او ده نسميه ابدومينال سيرفيس لانه ناحيه الابدومين او ناحيه ايه جدار البطن، والتاني ده نسميه ايه فنترال سيرفيس. بالشكل ده كده، ده الدورزال سيرفيس بتاعه او الابدومينال سيرفيس اللي هو ناحيه جدار البطن، والتاني ده بنسميه او السطح المعاكس ليه بنسميه الفنترال سيرفيس او اليوريثرال سيرفيس. يوريثرال ليه؟ لان اليوريثرا ماشيه هنا في الفنترال سيرفيس اوف ذا بينس، حواليها جسم بيسموه الكوربس اسبانجيوزم بينس، جسم اسفنجي حوالين اليوريثرا زي ما نشوف في تركيب الايه القضيب. البينس بقى بيتكون من كام جزء؟ بيتكون من 3 اجزاء، الروت والبادي والجلانز، مش الجلاند الجلانز. نشوف في الشريحة اللي جاية دي الاجزاء التلاتة بتوع البينس. البينس بيتكون من 3 بارتس، الروت والبادي والجلانز. يبقى بيتكون من الجذع والجسم والحشفة اللي هي الجلانز بينس. الروت عبارة عن 2 كرورة which are attached to the ischial arch، يبقى بيتكون من 2 كرورة اللي هم ضفيرتين، مفردها كلمة كراس يعني ضفيرة، والبالب of the penis. يبقى الروت بتاع البينز بيتكون من جزئين، 2 كرورة والبالب of the penis. البالب of the penis present between the 2 كرورة of the penis. قبل ما نشوف أجزاء القضيب تعرف معايا حضرتك ان في 2 types of the erectile tissue in the penis، في نوعين من النسيج الانتصابي في القضيب. في cavernous tissue يعني نسيج كهفي، وفي sponge tissue يعني نسيج اسفنجي. النسيجين دول ما بيفرقوش عن بعض كتير، ولكنهم بيتميزوا بوجود cavities او لاكيوني تجاويف داخلهم. التجاويف دي لما بيحصل لها فيلينج وذ بلاد بتملأ بالدم بيحصل لها اريكشن، ولذلك سموهم ايه اركتايل تيشو، جاي من كلمه اريكشن يعني انسجه انتصابيه. النسيج اللي بادئ لو احنا اعتبرنا ان هنا ده البينس في الهيومن، ده الاسكيال ارش والفلور بتاع البلفيس، بادئ القضيب هنا بمنطقه الروت، دي منطقه الروت اوف ذا بينس. الروت ده هو بادئ بتو كراس او تو كاريورا ضفيرتين عباره عن ما يسمى بالكافيرنس تيشو يعني نسيج كهفي، والجزء اللي في النص المنتفخ ده بيسموه ايه؟ بيسموه البالب اوف ذا بينس. البالب اوف ذا بينس عباره عن كوربس اسبانجيوزم بينس. يبقى الروت بيتكون من تو كاريورا والبالب اوف ذا بينس. نشوف الصوره دي مع حضرتك اوضح اهي، ادي التو كاريورا اوف ذا بينس، ده دايجراماتيك للبينس في كانجارو، ده التو كرورا اوف ذا بينس، دو بيردو كوربرا كافيرنوزا اكستندد انتو تو كرورا ويتش ار انكلوزد ويزين ذا اسكو كافيرنوزا ماسل. ده دول الاثنين كرورا اوف ذا بينس عباره عن كوربس كافيرنوزم بينس يعني الجسم الكافي بتاع القضيب. الجسم الكافي بتاع القضيب عمل ضفيرتين هنا، وفي وسطهم ايه بقى؟ وفي وسطهم البالب اوف ذا بينس. البالب اوف ذا بينس عباره عن كوربس سبانجيوزم، يبقى التو كرور عباره عن كوربس كافيرنوزم انسجه كهفيه، انما البالب اوف ذا بينس عباره عن ايه؟ كوربس سبانجيوزم يعني انسجه اسفنجيه. الاثنين كوربرا كافيرنوزا اللي هم عملوا التو كرورا اوف ذا بينز مع البالب اوف ذا بينز ده بيسموه الروت اوف ذا بينز. ماسك فين الروت اوف ذا بينز ده؟ ماسك في الاسكيال ارش. يمتد بقى التو كوربرا كافيرنوزا على جسم القضيب، يبقى ده الروت في جسم القضيب. امال الكوربس سبونجيوزم او السبونجي بادي اللي هو الجسم الاسفنجي يمتد حوالين ايه؟ حوالين اليوريثرا. اليوريثرا موجوده في الفنترال اسبيكت اوف ذا بينس، موجوده في الفنترال سيرفيس في السطح البطني للقضيب. حوالين القضيب كمان في ايه بقى؟ في سك
كولاجين ريش فايبرس سكيلتون اللي هي التونيك البوجيني. حضرتك تتذكر التونيك البوجيني او الغمد الابيض اللي هو حوالين التستس، نفس التونيك البوجيني حوالين القضيب او سبورت انترنال ترابيكيولي واكزيرت بريشر اون ذا كافيرنس اركتايل تيشو كوزينج الونجيشن اوف ذا بينس از ات از becomes engorged as well as providing rigidity to resist bending during the copulation. يبقى التونيك البوجينيا دي بتحافظ على الريجيديتي اوف ذا بينس لانها بتعمل ضغط على الكوربس كافيرنوزم والكوربس بانجيوزم بينس. الكوربس بانجيوزم ده سينجل بودي، يعني جسم وحيد بيمتد من البلب اوف ذا بينس ويمشي مع اليوريثرا. يمشي مع اليوريثرا فين؟ في الفنترال سيرفيس اوف ذا بينس، اهو بالشكل ده، دي اليوريثرا. الكوربس سبنجوزم بينس حوالين اليوريثرا، انما اللي على الجانبين وعلى جسم القضيب دول ايه؟ الكوربس كافيرنوزم. الكوربس كافيرنوزم. يبقى الروت اوف ذا بينس بيكون من تو كروره ضفرتين، دول بيكونوا منين؟ من الكوربس كافيرنوزم. والبالب اوف ذا بينس دي عباره عن ايه؟ كوربس سبنجيوزم. نبص للصوره دي حضرتك معايا اهي، ادي الكوربس سبنجيوزم، الجزء الانتفاخي الاولي منه ده هو يسموه البالب اوف ذا بينس. والتكروره اوف ذا بينس بيكونهم ايه؟ بيكونهم الكوربس كافيرنوزم بينس. كل ده ماسك فين؟ ماسك في الاسكيال ارش. ادي الروت اوف ذا بينس ماسك في الاسكيال ارش، ماسك بايه بقى؟ بجزء اوسط بيسموه البلب اوف ذا بينس، وجزئين جانبيين ماسكينه بيسموه تو كرورا اوف ذا بينس، الضفرتين بتوع القضيب اللي انا وريتهم لحضرتك دول ماسكين كل دول في الاسكيال ايه؟ ارش. بعد كده الجزء ده بيسموه البادي اوف ذا بينس، والجزء الانتهائي منه او التيرمينال بارت ده بيسموه جلانز اوف ذا بينس. يبقى دول كانوا ماسكين فين يا جماعه؟ في الاسكيال ارش، ده بيسموه الاسكيال ارش اللي هو عباره عن الكونكشن بتوين تو اسكياي او عظمتي الايه؟ الورك. هنا ده كودال فيو لمنطقه البرينيوم في الغورس، دي الكراس اوف ذا بينس. الاسكيو كافيرنوزاس ماسل، وهنقول المسمى بتاع اسكيو جايه من اسكيال ارش، وكافيرنوزاس دي جت منين يا جماعه؟ جايه لان التو كيريورا اوف ذا بينس ايه اللي مكونها؟ كوربس كافيرنوزم، يعني النسيج الكهفي او الجسم الكهفي. الجسم الكهفي ده نسيج انتصابي في تجاويف، لما بتملأ بالدم يحصل اريكشن للبينس. فالعضله اللي بتغطي تو كرورا اوف ذا بينس دي بيسموها ايه؟ بيسموها اسكيو كافيرنوزس. اسكيو جايه منين؟ جايه من الاسكيال ارش، وكافيرنوزس لانها ماسكه فين؟ في الكراس اوف ذا بينس. دول التو كرورا اوف ذا بينس، وهنا تبقى البالب اوف ذا بينس، دولت الضفرتين بتوع البينس. التلات اجزاء دول بيكونوا لي ايه؟ بيكودوا لي الروت اوف ذا بينس. البينس بادئ بمنطقه الروت وماسك فيه الاسكال ارش هنا، والروت ده قلنا لو خدنا فيه مقطع زي ما شفنا كده بيكون من تو كرورا والبالب اوف ذا بينس. ده لونجيتودينال سيكشن في البينس بتاع الضب. نبص نلاقي بادئ من عند منطقه الاسكيال ارش، وادي تو كرورا اوف ذا بينس عباره عن ايه؟ عباره عن كوربس كافيرنوزم بينس، والبلب اللي في النص دي عباره عن ايه؟ عباره عن الكوربس سبنجيوزم بينس. يبقى بدايه القضيب جزئين بيسموهم كوربس كافيرنوزم بينس، جسمين كافيين مكونين لحاجه اسمها ايه؟ الكرورا اوف ذا بينس، واللي في النص دي بنسميها البالب اوف ذا بينس، دي عباره عن كوربس سبنجيوزم بينس ماشيه مع اليوريثرا. المجرى اللي قدام حضرتك ده والقناه دي عباره عن الايه؟ عن اليوريثرا. يبقى اللي ماشي حوالين اليوريثرا الكوربس سبنجيوزم بينس، الجسم الاسفنج، انما اللي فوق القضيب ده عباره عن الكوربس كافيرنوزم. كوربس ايه؟ كافيرنوزم. فالجزء ده بنسميه الروت اوف ذا بينس. ده الاسكال ارش بدا منه البينس، دي البالب اوف ذا بينس عباره عن كوربس بانجيوزم، واللي هنا ده يبقى ايه؟ يبقى المفترض هنا الكوربس كافيرنوزم بينس اللي هو عمل التو كراس اللي ثبته القضيب في الاسكال ايه؟ ارش. ده كان الروت اوف ذا بينس. لما نيجي على البادي اوف ذا بينس،
البادي بتبقى فيرم ستراكشر فورمد فروم بيرد كوربس كافرنوزا بينس اند ذا بينايل يوريثرا انكلوزد ان ذا كوربس سبونجوزا بينس. يبقى الجسم جسم القضيب بيكون من جسمين كافيين اللي هم كوربس كافرنوزا بينس او تو كوربرا كافرنوزا اند ذا سبونجي بادي. السبونجي بادي هو سنجل حوالين الايه اليوريثرا، انما تو كوربرا كافرنوزا دول اتنين. The body of the penis closed to the root is firmly attached to the ventral aspect of the pelvic symphysis by two strong flat bands of connective tissue termed suspensor ligament of the penis. يبقى the body of the penis بتتحد أو attached to the ventral aspect of the pelvic symphysis، بتمسك في pelvic symphysis اللي هو الارتفاق الحوضي بتو فلات باندس اوف ذا كونكتيف تيشو، بحزمتين من الكونكتيف تيشو او النسيج الضم بيسموهم ايه السسبنسوري ليجامنت اوف ذا بينس، الرباط المعلق للبينس ماسكه مع البلفيك سيمفيسز. احنا كده قاطعين منطقه البلفيس، يعني ده مكان التحام عظمتي الحوض مع بعض اللي هم البلفيك بون التحام مع بعض، المنطقه دي بيسموها البلفيك سيمفيسز. البادي اوف ذا بينس ماسكه بتو فلات باندس اوف ذا كونكتيف تيشو بيسموهم ايه suspensory ligament of the penis، الرباط المعلق للقضيب، وده بيحافظ على اتجاه القضيب والرجيديتي بتاعته، هو متجه للامام، هو كده متجه لفين؟ كرانيالي. يبقى باقي جسم الحيوان كده وهنا منطقه الايه التيل بتاع الانيمال، فده بيسموه suspensory ligament، عباره عن تو فلات باندس بيعملوا سسبنس للبادي اوف ذا بينس والبلفيك سيمفيسز مع البلفيك ايه سيمفيسز. في الدوج والكات البادي اوف ذا بينس كونتين سمول روت اوف ذا بون بنسميها الاوس بينس. في الدوج والكات بنلاقي البينس بيحتوي على اوس بينس اللي احنا قلنا عليها جزء من السبلانكن سكيلتون او الهيكل الحشوي. الاوس بينس موجودة في البادي بتاع البينس بتاع الدوج والكات، بيوصل طولها في الدوج 10 سنتي، دي الأوس ايه بينس، بتبقى بالشكل ده، بتاخد شكل هلالي كده، وبيبقى فيها ايه، بيبقى فيها يوريثرا الجروف، يعني اليوريثرا ماشية هنا هي وكوربس اسبانجيوزم بينس، لما خدوا مقطع من عند البيز بتاعتها والبادي والايبكس بتاع نهايتها بنلاقيها عظمة وفي نهايتها فايبرو كارتج او جزء غضروفي مجوفة من الداخل، يعني فيها تجويف بالشكل ده كده لما خدوا مقاطع فيها، بنلاقي فيها ايه، بنلاقي فيها جروف هنا بنسميه اليوريثرا الجروف، لان اليوريثرا موجودة هنا، وهنقول فايدة الجروف ده تباعا لما نشوف عملية الايكوبيوليشن او عملية الميتنج او الجماع في الضج، نقول فايدة الجروف ده ايه. ده كان البادي فيها ما يسمى بالسسبنسور ليجامنت في كل الحيوانات، وفي الاوس بينس او عظمة في القضيب في الضج والكات. في ما يسمى بالسيجمويد فليكشر، السيجمويد فليكشر دي عبارة عن اس شيف فليكشر، دي موجودة في الرومنانت والسواين والكامل. البادي اوف ذا بينس فولدد ابون اتسلف فورمينج اس شيف فليكشر كولد سيجمويد فليكشر، جسم القضيب بينحني على نفسه في الرومنانت والسواين والكامل، بيكون لما يسمى بالاس شيف فليكشر. دي موجودة في البادي اوف ذا فايبرولاستيك بينس which has proximal and distal convexity. البوزيشن اوف سيجمويد فليكشر بتبقى بريسكروتال ان ذا سواين اند بوستسكروتال ان ذا رومنانت. نشوف مع بعض ايه قصه السيجمويد فليكشر دي. جسم القضيب في المقترات او في الرومنانس وفي السواين وفي الكامل بينحني على نفسه، يكون لي شكل حرف اس، شكل حرف الاس ده بنسميه سيجمويد فليكشر. يبقى اللي قدام حضرتك ده بنسميه ايه السيجمويد فليكشر. لها دورز الكونفكستي حرف اس، يعني لها تحدب علوي وتحدب سفلي، بروكسيمال كونفكستي وديستال كونفكس، ده فين اللي قدام حضرتك ده في البول، ده السيجمويد فليكشر، ده شكل السيجمويد فليكشر. في البور ادي الاس شيب سيجمويد فليكشر، دي السيجمويد فليكشر في البور او فين في الخنزير. في كمان الشيب ادي الاس شيب سيجمويد فليكشر، ده في الكامل الاس شيب سيجمويد فليكشر لها دورزال كونفكستي وفنترال كونفكستي. يبقى جسم القضيب في المقترات او في الرومنانس وفي السواين وفي الكامل بيعمل فليكشن على نفسه او بيعمل فليكشر على نفسه، بينتني كويلي اس شيب فليكشر كده، كويلي
تانية شكل حرف الاس بنسميها السيجمويد فليكشر، ودي مش موجودة غير في مجموعة الحيوانات دي اللي هي الرومنانس والسواين والكامل، لان هنقول بعد كده ان الطيب بتاع البينس بي بتاعهم فايبرو إلاستيك تايب، فايبرو إلاستيك تايب، فدي الاس شيب سيجمويد فليكشر. البوزيشن اوف سيجمويد فليكشر از بريسكروتال في السواين وفي الكامل كمان and post scrotal في الرومنانت. يعني ايه الكلام ده؟ بريسكروتال يعني قدام السكروتم، كرينيال للسكروتم، ده فين؟ في السواين وفي الكامل. ليه بقى قدام السكروتم؟ ليه؟ هو السكروتم موجود فين والتستس موجوده فين؟ موجوده في البرينيال ريجون يعني تحت الديل، فالبينز قدامهم، فالاس شيب سيجمويد فليكشر دي تبقى مور كرينيال قدام السكروتم، فذلك سموها ايه؟ بري سكروتال. انما في الرومينانس التستس والسكروتم موجودين فين؟ موجودين في الانجواينال ريجون، فبقت الاس شيب سيجمويد فليكشر دي بتبقى بوست سكروتال يعني خلف السكروتم. بص حضرتك معايا ادي التستس اهي في الباك، في الباك الاس شيب سيجمويد فليكشر فين؟ ده خلف التستس يعني بوست سكروتال. انما في لو في البيج وفي الكامل بتبقى موجود بريسكروتال يعني قدام السكروتم، يبقى هنا في الرومينانس موجوده ايه؟ بوست سكروتال، بوست سكروتال. انما في السواين وفي الكامل بتبقى بري سكروتال نتيجه لان التستس بتاعتهم موجوده فين؟ موجوده تحت الانس هنا في منطقه البرينيال ريجون. تو كوربورا كافيرنوزا دول سراوند باي سيك فايبرو الاستيك كبسول اللي هي التونيكا البوجينيا، قلنا اللي حوالين الكوربس كافرنوزا بنسميه التونيكا البوجينيا. التو كوربرا كافرنوزا ار سيباريتد باي بنايل سيبتم ويتش از ا سيم فايبرس ستراكشر ات از انتاكت ان ذا كارنيفورز and interrupted in the other species from the tonic albuginia numerous septa and trabeculae pass inward forming internal framework which support the cavernous blood spaces. يبقى من بره القضيب جسم القضيب بيكون من تو كوربرا كافيرنوزا، جسمين كافيين، الجسمين كافيين بيحيط بهم الخارج ايه؟ التونيكا البوجينيا. التونيكا البوجينيا دي تبع الترابيكيولي او سيبتا، والاثنين ينفصلوا عن بعض بما يسمى بالبنايل سيبتم، ينفصلوا عن بعض بما يسمى بالايه؟ بالبنايل سيبتم. البنايل سيبتم ده بيبقى موجود في كل الحيوانات انتربتد يعني مش كامل، ما عدا الضج بيبقى كومبليت سيبتم، الفاصل اللي ما بين الجسمين الكافيين او تو كوربس كافيرنوزم بيبقى انتاكت فين؟ في الضج. بالشكل ده الجزء اللي بره ده بنسميه ايه؟ بنسميه التونيكا البوجينيا، وده كوربس كافيرنوزم بينز وده كوربس كافيرنوزم بينز، اللي ما بينهم ده السيبتم او الحاجز ما بين الجسمين الكهفيين. بالشكل ده يطلع من التونيكا البوجينيا فريم وورك ترابيكيولي او سيبتا، تعمل لي ايه؟ تعمل لي تجاويف كهفيه او كافيرنس سبيسز. الكافيرنس سبيسز دي اللي هتملأ بعد كده بالدم اثناء عمليه الايه؟ الاريكشن. جسم القضيب بيكون من تو كوربرا كافيرنوزا وكوربس سبنجيوزم. الكوربس سبنجيوزم ده حوالين ايه يا جماعه؟ حوالين اليوريثرا اللي هي قناه مجرى البول دي، حواليها جسم ركتايل تيشو اخر بنسميه كوربس سبنجيوزم بينز. لما خدوا مقطع في القضيب لقوا اللي ملونهم بالاخضر دول التو كوربرا كافيرنوزا، او ده كافيرنس بادي وده كافيرنس بادي، ما بينهم سيبتم، سايبين تجاويف من الداخل زي ما حضرتك شايف كده، دي بيسموها كافيرنس سبيشيز او اللاكيني، وده باللون الاصفر ده الكوربس سبنجيوزم بينز اللي حوالين اليوريثرا او قناه مجرى البول. يبقى جسم القضيب لما خدوا في مقطع لقوا بيتكون من ايه؟ من تو كوربرا كافيرنوزا، جسمين كافيين، وكوربس سبنجيوزا اهو بالشكل ده في الغورس. ده الكوربس كافيرنوزم بينز ما بينهم سبتم، السبتم بيبقى انتربتد يعني مش كامل، ودي الترابيكيولي او السبتة اللي بعتتها ايه؟ اللي بعتتها التونيكا البوجينيا، الفواصل اللي بعتتها التونيكا البوجينيا وتعمل كافيرنس سبيسز، وده ايه؟ وده الكوربس سبنجيوزم بينز اللي حوالين اليوريثرا، فتح اليوريثرا من الداخل، الجسم اللي حواليها اللي قدام حضرتك ده
ده ايه؟ ده الكوربس اسبانجيوزم بينس، الجسم الاسفنج، انما اللي فوق الجسمين كهفيين بيسموه كوربس كافيرنوزم. كوربس كافيرنوزم ده قطع في البينس بتاع الايه؟ الهورس. لما قطعوا عند الجسم لقوه بالشكل ده، تو كوربرا كافيرنوزا وكوربس ايه؟ اسبانجيوزم. صوره ثانيه اهو، ده السيبتم او البنايل سيبتم اللي في النص ده، وده كوربس كافيرنوزم وده كوربس كافيرنوزم. الترابيكولي او السيبتا الجزء الابيض او المتشعب ده جاي منين؟ من التونيكا البوجينيا اللي بعد الترابيكولي. عشان تعمل ايه؟ تعمل تدعيم للقضيب. دي عباره عن فايبرس باندس او فايبروليستيك باندس بتدعم القضيب، واللي حوالين اليوريثرا ده الكوربس ايه؟ اسبانجيوزم بينس. قطع تاني ده الكوربس كافيرنوزم بينس، ودي اللي بره دي تونيكا البوجينيا، ودي اليوريثرا. اللي حوالين اليوريثرا ده اسمه ايه؟ كوربس اسبانجيوزم بينس. كوربس اسبانجيوزم بينس. دول تو كوربرا كافيرنوزا وده السيبتم، ودي اليوريثرا حواليها كوربس اسبانجيوزم بينس. كوربس اسبانجيوزم بينس ده في الدوك قلنا البنايل سيبتم بيبقى انتاكت، وده كوربس كافيرنوزم بينس، وده الكوربس اسبانجيوزم بينس. دول الجسمين الكافيين، وده الجسم الايه؟ الاسفنجي. نفس الرسم اهي، دول تو كوربرا كافيرنوزا وده الكوربس اسبانجيوزم بينس او الاسبونجي بادي بتاع الايه؟ البينس. ده في الهورس مقاطع في اجزاء مختلفه من البينس، ده في منطقه الروت بتاع البينس، ده في الميدل اوف ذا شافت في منتصف جسم القضيب، ده في منطقه الفري بارت اوف ذا بينس. دي طبعا التونيك البوجينيا، ودي الترابيكولي اللي طلعت منها، ده بنسميه كوربس كافيرنوزا. واللي حوالين اليوريثرا ده يا جماعه ده اسمه ايه؟ ده اسمه كوربس اسبانجيوزا بينس. خدنا لحضرتك قطاع في البينس بتاع الكامل، ده الكوربس كافيرنوزم بينس، واللي حوالين اليوريثرا او قناه مجرى البول ده الكوربس ايه؟ اسبانجيوزم بينس. ده كروس سيكشن في البينس اوف ذا كامل. كوربس اسبانجيوزم بينس ده عباره عن اركتايل تيشو ويتش سراوندينج ذا بنايل اليوريثرا. يبقى احنا قلنا اللي حوالين اليوريثرا ده عباره عن ايه؟ كوربس اسبانجيوزم بينس. It occupies urethral groove. التجويف اللي او الميزاب السفلي اللي في القضيب ده بيسموه اليوريثرال جروف. It is surrounded by syntonic albuginia and continuous cranially with erectile tissue of the glands. اللي بيكون بقى الجلانز نهاية القضيب هو الكوربس اسبانجيوزم. يبقى جسم القضيب كله بيكون من تو كوربرا كافيرنوزا وكوربس اسبانجيوزم. الكوربس اسبانجيوزم ده اللي حوالين الايه؟ اليوريثرا. At the pelvic outlet, the corpus spongiosum penis begin with an enlarged part against the caudal and the lateral surface of the urethra, the bulb of the penis, which is divided into right and left half by median groove. The bulb of the penis is present in the root of the penis between the two corora of the penis. ما بين التو corora of the penis بنلاقي corpus spongiosum penis، وعند الجلانز corpus spongiosum penis يزيد. يبقى البلب اوف ذا بينس ايه اللي بيكونها؟ كوربس اسبانجيوزم. الكوربس اسبانجيوزم ماشي فين؟ ماشي حوالين اليوريثرا. هنا فين؟ في اليوريثرا الجروف. التجويف اللي في الفنترال سيرفيس اوف ذا بينس او في الجهه البطنيه للقضيب بيسموه ايه؟ يوريثرا الجروف. ايه اللي محيط باليوريثرا وهي ماشيه؟ الكوربس اسبانجيوزم بينس. الكوربس اسبانجيوزم عند بدايه القضيب ينتفخ ويكون لي البلب اوف ذا بينس اللي حواليه ايه؟ التو كورورا اوف ذا بينس، وعند النهاية يكون لي جلانز بينس. ادي الكوربس اسبانجيوزم بينس او الاسبونجي بادي اللي هو الجسم الاسفنجي، في بدايته يعمل البلب اوف ذا بينس، وفي نهايته يعمل الجلانز بينس اللي هي الحشفة بتاع القضيب. يبقى الحشفة ايه اللي بيكونها؟ كوربس اسبانجيوزم بينس. بالشكل ده كده ادي اليوريثرا يا جماعة اللي ماشي حواليها ايه؟ ده الكوربس اسبانجيوزم بينس او الاسبونجي بادي، الجسم الاسفنجي ده اللي حواليها، وده سنجل يعني جسم واحد ماشي حوالين اليوريثرا، ويجي في الاخر يكون لي ايه؟ يكون لي الجلانز بينس اللي هي الحشفه بتاع القضيب. انما الجسمين الكافيين اللي هم كوربرا كافيرنوزا او الكافيرنوس بادي دول مكونين جسمين، مكونين التو كراس اوف ذا بينس او التو كرورا اوف ذا بينس
ده عنده منطقة الروت، وفي الجسم ماشيين كجسمين كافيين وينتهوا في النهاية. ايه اللي بيسود في نهاية القضيب عند منطقة الجلانز بينز؟ هو الكوربس اسبانجيوزا. ادي الاتنين كوربرا كافيرنوزا او الكافيرنس بادي كونوا التو كرورا اوف ذا بينز، انما اللي كون البلب اوف ذا بينز وكون الجلانز هو الكوربس ايه اسبانجيوزا. نيجي دلوقتي للجلانز بينز او الحشفة بتاع القضيب، دي عبارة عن اركتايل تيشو، نسيج انتصاب. ايه اللي بيكونه؟ بيكونه الكوربس بانجيوزام جلانديس اللي هو الجسم الاسفنجي، which covers the free extremity of the penis، بيغطي الفري اكستريميتي او النهاية الحرة للقضيب. It is directly connected or continued with the corpus bungosum penis، يبقى نهاية الحشفة دي اللي كونها corpus bungosum بيستمر كودلي مع corpus bungosum penis اللي هو حوالين اليوريثرا. It is a cushion outside the tonic albuginea of the corpus cavernosum penis، عبارة عن cushion حوالين التونيك البوجينيا اللي هي مغطية للcorpus cavernosum penis. It is varies in the shape and size and prominence from the body of the penis in the different species. في الاكوين بيحصل كودال اكستنشن اوف ذا اركتايل تيشو اوف ذا جلانز اباوت 10 سنتي، حوالي 10 سنتيمتر لونج تيرم دورزال بروسيس اوف ذا جلانز. نهايه القضيب بيسموها الجلانز بينز. الجلانز بينز دي عباره عن ايه؟ برومننس منين؟ من الكوربس اسبانجيوزام بينز. الكوربس اسبانجيوزام بينز عمل هنا كاشن لايك بروجكشن، عمل حاجه زي الوساده في الفري بارت اوف ذا بينز، سموها الجلانز بينز او حشفه القضيب. مغطيه ايه؟ مغطيه كوربس كافيرنوزام بينز، هتغطي الكوربس كافيرنوزام بينز اللي هو كان مكمل هنا في جسم القضيب، ادي الكوربس كافيرنوزام بينز، واللي حوالين اليوريثرا ده اسمه ايه؟ كوربس اسبانجيوزام. جه كوربس اسبانجيوزام بينز في نهايه القضيب وزاد الحجم بتاعه، كون لي ما يسمى بالايه؟ الجلانز بينز. في الغرس بس بيحصل امتداد من الجلانز بينز او الاركتايل تيشو ده للخلف، طوله حوالي 10 سنتي للخلف، سموه ايه؟ سموه الدورزال بروسيس اوف ذا جلانز، دورزال بروسيس اوف ذا جلانز. الشكل دي جلانز بينز عباره عن كوربس بانجوزام بينز امتد جزء من الاركتايل تيشو من الاسبونجي بادي او الجسم الاسفنجي للخلف، سموه ايه؟ الدورزال بروسيس اوف ذا جلاند او البروسيس دورزالس جلانديس، ده امتد منها للخلف ده في الايه؟ في الاكواي. لما خدوا قطاع في البينز عند منطقه الجلانز لقوا ده كوربس كافيرنوزام وهنا كوربس اسبانجيوزام اللي هو كان ماشي حوالين اليوريثرا. يا جماعه يعني لما نكبر الصوره ونشوف كده، ده كوربس كافيرنوزام او الجسم الكهفي، جسمين كهفيين في الدورزال اسبكت اوف ذا بينز، وده كوربس اسبانجيوزام الجسم الاسفنجي اللي حوالين الايه؟ اليوريثرا، حوالين اليوريثرا، ده اليوريثرا ماشيه اللي هي قناه مجرى البول. يجي بقى الكوربس اسبانجيوزام بينس يزيد في منطقه الايه؟ يزيد في منطقه الجلانز، ده الكوربس ايه؟ اسبانجيوزام، يكون لي ما يسمى بالجلانز بينس، الجزء الامامي من القضيب ده وبيسموه الجلانز بينس. ادي الكوربس كافيرنوزام بينس وده الكوربس اسبانجيوزام بينس اللي هو الجسم الاسفنجي، زاد في الحجم هنا كون لي الجلانز بينس، ده قطاع في الجلانز بينس في الغرس في نهايه القضيب خالص، اخر جزء او جزء الانتهائي من القضيب بيسموه الجلانز بينس. ده الكوربس كافيرنوزام بينس وده الكوربس اسبانجيوزام بينس، كون لي الجلانز بينز. لقوا ان السكين في منطقة الجلانز بينز، السكين اللي بيغطي الكوربس اسبانجيوزام في منطقة الجلانز دي، provided by special nerve ending called end bulb. الاند بالب دي عبارة عن نيرف تيرمينالز ان ذا سكين، ميكوزا اوف ذا اورال كافيتي والكونجنكتيفا اند اذر بارتس، دي عبارة عن نهايات عصبية موجودة في السكين وموجودة في الميكوزا بتاع الاورال كافيتي والكونجنكتيفا الملتحمة بتاع العين واجزاء كتير من الجسم. consisting of the laminated capsule of the connective tissue enclosing the terminal branches convoluted ending of an afferent nerve fiber generally believed to be sensitive to touch and pressure. السينومز بتاعها بيسموها البالبويد كورباسلز. في نهاية القضيب او عند منطقة الجلانز بنلاقي النيرف اندنج بتبقى كبير كتير جدا، يعني المنطقة دي بتبقى highly sensitive
فيها ما يسمى بالاند بالب او بيسموها كروز اند بالب، وتبقى ديت سنسيتيف قوي للتاتش، المنطقه اللي منطقه حساسه لاي تاتش او اي ملامسه لهذا المكان، ففيها تاتش ريسبتورز، فيها ريسبتورز عاليه جدا. لما خدوا 3 دي للنيرف اندنج لمنطقه الجلانزي بينز في الهيومن، ده عباره عن مايكروسكوبيك اند 3 دي اوبزرفيشنز اوف سوبرفيشال ريجونز اوف ذا جلانزي بينز showed nerve fiber perforating the tonic albuginous surrounding spongy tissue of the glans venous. Nerve fiber within the dermis were arborized along the barbus and formed a fine reticular plexus with neighboring nerve fiber that ascend perpendicularly towards the skin surface. لقوا ان الاعصاب دي متشابكة مع بعضها، وفي شبكة كبيرة جدا او نتورك من النيرف اندنج او الاند بالب، وفي ريسبتورز عالية جدا لعملية الايه التاتش لهذه المنطقة. يعني اللي عاوز اوصل لحضرتك ان منطقة الجيلانز دي فيها نيرف اندنج كتير جدا، بتبقى very sensitive to touch، لان دي اول مكان هيدخل ليه الفيميل جينيتال تراكت اثناء عملية الميتنج والكوبيوليشن. قالوا ان في تو تايبس اوف ذا بينز، ماسكولو كافيرناس تايب وفايبرو الاستيك تايب. ده قسموه تبع ايه؟ قسموه تبع البريدومينانت تيشو او النسيج السائد. لو النسيج السائد كافيرناس تيشو، يعني التجاويف الكهفيه كتيرة اكتر من الكونكتيف تيشو ترابيكولي، النسيج الضامي اللي موجود، يبقى ده ماسكولو كافيرناس تايب. لو الكونكتيف تيشو ترابيكولي اكتر من او بريدومينانت اوفر ذا كافيرناس تيشو، ده يسموه فايبر الاستيك تايب. يبقى الماسكولو كافيرناس تايب اللي هو النوع العضلي الكهفي بيسود فيه كافيرناس تيشو عن الكونكتيف تيشو ترابيكولي، انما الفايبر الاستيك تايب بيسود فيه الكونكتيف تيشو ترابيكولي عن الكافيرناس تيشوز. ده موجود فين؟ ده موجود في الهيومن بينج وفي الاكواينز وفي الكنين والفلاين، يبقى في الدوج والكات والهور والهيومن، ده ماسكولو كافيرناس تايب. والنوع التاني بنسميه فايبر اولاستيك تايب، ده موجود في الرومينانس والسواين والكامل، موجود سواء في اللارج رومينانس او السمول رومينانس، في البول والباك والرام وفي البور وفي الكامل، ده فايبر اولاستيك تايب. بيبقى هنا زي ما قلنا البريدومينانت تيشو كافيرناس تيشو. بص حضرتك معايا هنا، ادي الكافيرناس تيشو، التونيك البوجينيا بتبعت ترابيكولي او سيبتا، بتقسم الجسم الكافي او الكافيرناس بادي الى كافيرناس سبيسز. لما تكون الكافيرناس سبيسز او الكافيرناس تيشو اكتر من الكونكتيف تيشو ترابيكولي، يبقى النوع ده بنسميه ايه؟ ماسكولو كافيرناس تايب بينز. انما لما يكون الكونكتيف تيشو ترابيكولي اكتر من الكافيرناس تيشو او الكافيرناس سبيسز، ده نسميه فايبرو الاستيك تايب. ده في اللارج رومينانت بنلاقي ده موجود في اس شيب فليكشر، الطايه اللي احنا قلنا عليها او الثانيه اللي قلنا عليها اللي هي السيجمويد فليكشر، دي موجوده فين؟ في الفايبرو الاستيك تايب، مش موجوده في الماسكولو كافيرناس ايه تايب. ده في البول، البول اهو دي الاس شيب سيجمويد فليكشر، في البور كمان، في الكامل السيجمويد فليكشر او اس شيب سيجمويد فليكشر. يبقى السيجمويد فليكشر دي موجوده فين؟ موجوده في الفايبر الاستيك تايب، انما ابسنت في الماسكولو كافيرناس تايب. عمليه الاريكشن ديبندنس او عمليه انتصاب القضيب، انتصاب القضيب هنا بيعتمد على الفيلينج اوف ذا كافيرناس سبيسز وذ ذا ارتيريال بلاد اندر ذا افكت اوف سيكشوال اكسايتمنت. عمليه السيكشوال اكسايتمنت او عمليه الاستثاره الجنسيه للحيوان، بتضغط عضله اسمها الاسكو كافيرنوزاس ماسل، تضغط على الروت بتاع البينس، تقفل الفينز الارتري لسه بيضخ الدم، بتملأ الكافيرناس سبيسز او التجاويف الكهفيه دي بالدم، فيحصل ايه؟ يحصل اريكشن. ده البينس في الاريكتد ستيت بالشكل ده كده، ده اريكتد بينس او قضيب في حاله ايه؟ انتصاب. انما ده في النون اريكتد ستيت زي ما حضرتك شايف كده اهو، سيمي اريكتد بينس، ده يعني شبه انتصاب للقضيب. انما الفولي اريكتد بيعتمد على فيلينج اوف كافيرناس سبيسز، التجاويف الكهفيه دي بتملا بالدم وبيحصلها فيلينج اوف ذا بلاد. بص حضرتك اهو، ده نون اريكتد بينس، ده في الفلاسيد ستيت، في حاله عدم انتصاب، تلاقي كافيرناس سبيسز
يعني empty of the blood ما فيهاش ايه دم خالص, empty from the blood, انما هنا filled with the blood في حاله الايه الاريكشن. يبقى الاريكشن ديبندنس في النوع اللي هو ماسكولو كافيرنس تايب بينس بيعتمد على الفيلينج اوف ذا كافيرني وذ ويز بلاد, نتيجه الكومبريسنج اكشن بتاع كافيرنوزس مصل على الفينز, وهي بتسترد الدم من الاركتايل تيشو, الدم اللي راجع من الاركتايل تيشو ما يرجعش, فيحصل امتلاء او فيلينج لكافيرنس سبيسز وذ بلاد. في الفايبروبلاستيك تايب بيعتمد على الاستريتنينج اوف ذا سيجمويد فليكشر, يعتمد على استقامه السيجمويد فليكشر, السجمود فليكشر يحصل لها ستريتنج تستقيم يحصل اريكشن ترجع لوضعها الطبيعي. في الاس شيب ده يحصل الايه الريلاكسيشن او يبقى في الفلاسيد استي. يبقى الاس شيب سجمود فليكشر يحصل لها ستريتنج تستقيم يحصل اريكشن للبينس بالشكل ده كده, يحصل اريكشن للبينس او يبقى اريكتد او ايه في انتصاف في القضيب. ترجع السجمويد فليكشر لشكل حرف الاس شي بيبقى لها دورزال كونفكس وفنتر كونفكس, ده في حاله الفلاسيد ستيت يبقى بالشكل ده, في حاله الارتخاء يبقى بالشكل ده. لما تتفرد هذه الثانيه يحصل ايه, يحصل الاريكشن او الانتصاب. يبقى الاريكشن في الفايبروبلاستيك تايب بيعتمد على الاستريتنينج اوف ذا سجمويد ايه فليكشر. يبقى عمليه الاريكشن في الفايبروبلاستيك تايب بتعتمد على الاستريتنينج اوف سجمويد ايه فليكشر. الريتراكشن ديبندنس عمليه الارتخاء بعد عمليه الميتنج او الكوبوليشن ازاي القضيب يرجع لوضعه الطبيعي, يرجع لوضعه الطبيعي عن طريق ايه في الماسكولو كافيرنس تايب, عن طريق ان البلاد اوت فلو انكريز ديو تو كونتراكشن اوف ذا سموث ماسل فايبر ان ذا وول اوف ذا كافيرني سو ذا بينز ريتيرن تو اتس فلاسيد ستيت. يبقى القضيب يرجع لوضعه الطبيعي ازاي, عن طريق السموث ماسل يحصل لها كونتراكشن والاسكو كافيرنوزس ماسل العضله اللي عند جذر القضيب دي يحصل لها ريلاكسيشن, الدم الوريدي يزيد يطلع عليه الجسم تاني, والكافيرنس سبيسز دي يحصل لها emitting from the blood تفضى من الدم نتيجة ان السموث ماسل تضغط عليها اللي في الول بتاع الكافيرنس سبيسز دي, تضغط عليها تفضيها منين من الدم, ففضيت من الدم يرجع للفلاسيد ستيت. انما في الفايبرو الاستيك تايب بقى عضلة اسمها الريتراكتور بينز ماسل, الريتراكتور بينز ماسل تشد القضيب للخلف ترجعه للفلاسيد ستيت. ادي الريتراكتور بينز ماسل لما يكون القضيب اريكتد ودي فولي اريكتد كده ومفيش الاس شيب ما اتكونتش بقى اتفردت او حصل لها استقامة, الريتراكتور بينز ماسل تشده للخلف. يبقى لما يبقى القضيب كده ده في الرام او لما يبقى في حالة اريكشن بعد الميتنج او الكوبليشن يرجع لوضعه الطبيعي داخل البريبيوس, يرجع ازاي السجمويد فليكشر دي يحصل لها ريجينينج بقى, الريتراكتور بينز ماسل العضلة المسترجعة للقضيب ترجعه لوضعه تشده للخلف. لما تشده للخلف ايه اللي يحصل, الاس شيب ترجع لوضعها الطبيعي بعد ما حصل لها استقامة, ترجع لشكل حرف الايه الاس. ادي في الكامل دي الاس شيب سيجمويد فليكشر ودي الريتراكتور بينز ماسل العضلة المسترجعة للقضيب. يحصل اريكشن دي يحصل لها استقامة, بعد الميتنج او الكوبيوليشن دي تشد القضيب ترجع شكل حرف الاس ده لوضعه الطبيعي, يبقى ده في حالة الفلاسيد ايه استي. يبقى الريتراكشن ديبندنس هنا بيعتمد على الاوت فلو بتاع الدم او الانكريز للاوت فلو من الكافيرنس سبيسز, انما هنا بيعتمد على الاكشن اوف ذا ريتراكتور بينز ايه ماسل. السايز از اريكشن البينز انكريز ان ذا سايز اند لينث اند بيكام ريجد. هنا بالقضيب في الماسكولو كافيرنس تايب بيزيد, بيبقى في زياده ملحوظه في الطول والريجيديتي في الصلابه بتاعته, انما هنا no remarkable increase in the size as the erection. هنا ما بيزيدش في الحجم بتاعه لان هو حجمه ثابت. اللي بيحصل ايه ان السجمويد فليكشر يحصل لها straightening يطول في الطول بتاعه, انما الحجم بتاعه ثابت. ثابت ليه يا جماعة؟ لان الكونكتيف تيشو فيه عالي جدا عن الكافيرنس تيشو, مش قلنا البريدومينانت تايب هنا الكونكتيف تيشو ترابيكيولي اعلى من الكافيرنس تيشو, فهنا بيزيدش في الحجم بتاعه ولكن بيزيد في الطول نتيجه الاستريتنج بتاع السجمويد ايه فليكشر. انما هنا بيحصل زياده ملحوظه في الماسكولو كافيرنس تايب, بيحصل زياده ملحوظه سواء في الطول بتاعه او في الريجيديتي بتاعه او في السايز بتاعه. الكونسيستنسي سواء في الاريكشن ستيت او في الفلاسيد ستيت, في الاريكشن ستيت الاثنين بيبقوا فيرم او هارد, بيبقوا صلبين سواء في الـ 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 في الماسكولو كافيرنس تايب او في الفايبروبلاستيك تايب. في الفلاسيد ستيت في الماسكولو كافيرنس تايب بيبقى سوفت تو تاتش,
بيبقى رخو في الملمس بتاعه. نتيجة ايه؟ نتيجة ده في تجاوف كهفية فاضية من الدم فيبقى صوفت، انما لما تملأ بالدم ويحصل اريكشن يبقى هارد او فيرم في الكونسيستنس بتاعته. في الفايبر اولاستيك تايب سواء في حاله اريكتد ستيت او في حاله فلاسيد ستيت بيبقى في الحالتين بيبقى ريجد وي فيرم في الايه الكونسيستنس بتاعته، زي ما حضرتك شايف سيمي اريكتد او في الفلاسيد ستيت بتلاقيه سوفت تو تاتش، انما في الاريكشن ستيت في الماسكولو كافيرنس تايب زي في الهورس بيبقى ايه فيرم في الكونسيستنس بتاعته او القوام بتاعه بيبقى صل. في فايبر اولاستيك تايب سواء في الفلاسيد ستيت او في الريكتد ستيت بيبقى فيرم في الحالتين. دي كانت كومباريتيف ما بين الماسكولو كافيرنس تايب والفايبر اولاستيك تايب اوف ذا بينس او تو تايبس اوف بيناي او البينسز اللي هي انواع ايه القضيب المسلز اوف ذا بينس. البيناي المسلز عندنا عضله بيسموها الاسكو كافيرنوزس ماسل، نقسم الاسم بتاع يا جماعه اسمها اسكو كافيرنوزس، قلنا جايه منين؟ من الاسكيال ارشو، زيك سموها اسكيال وكافيرنوزس لانها راح تمسك في الكافيرنس تيشو اوف ذا بينس. دي اوريجينيتد فروم ذا اسكيال ارش اند اسكيال تيوبر انسيرتد ان كلوز ذا كراس اوف ذا بينس، بتحيط بالتو كورورا اوف ذا بينس. أو the main action الإريكشن by compressing دي المين muscles of the erection by compressing the dorsal vein of the penis. ادي العضلة اللي بيسموها الاسكيو كافيرنوزس بدأ منين؟ بدأ من الاسكال ارش والاسكال توبريستي راح تمسك في الكراس اوف ذا بينس التو كرورا اوف ذا بينس. دي العضلة دي واحدة يمنى وواحدة يسرى بيمسكوا في التو كراس، ودي المين ماسل اوف ذا اريكشن. دي لما تضغط على الكراس اوف ذا بينس تقفل ايه؟ تقفل السوبرفيشال فينز بتاع البينس، تقفل الفينز بتاع البينس الدورزال فينز بتاع البينس. لما تقفل الفينز بتاع البينس ايه اللي يحصل؟ كده البلاد ريتيرن هيقف، مش هيحصل بلاد ريتيرن، ولكن الارتر لسه بيضخ الدم فيحصل فيلينج للكافيرنوز بلاد، التجويف الكافيه تملا بالايه بدم فيحصل الاريكشن، ودي المين ماسل اوف ذا اريكشن. دي بيسموها الاسكو كافيرنوزس ماسل. قلنا بدا منين؟ من الاسكال ارش والاسكال توبريست، تروح تمسك فين؟ تمسك زي ما حضرتك شايف كده في الكراس اوف ذا بينس. دي اسمها اسكيو كافيرنوزس ماسل. تاني عضلة اسمها ايه؟ اسمها الريتراكتور بينز ماسل، العضلة المسترجعة القضيب. دي اوريجينيتد فروم ذا فنترال اسبيكت اوف ذا فيرست كوكسجيال فيرتبري او فيرست كودا الفيرتبري اند ديسند اون ذا لاترال اسبيكت اوف ذا ريكتم ذا ماسل اوف ذا بوث سايد ميت اندر ذا انس فورمينج سسبنسور ليجامنت اوف ذا انس اند كونتينيود اون ذا يوريثرال سيرفيس اوف ذا بينس ات از انسيرتد. الانسيرشن بتاعها بقى او النهاية بتاعت هذه العضلة بيختلف من حيوان لحيوان. انسرتت في الجلاند بينس في الاكواين في البالبس جلانديس ان ذا كاناين اند ذا ديستال كونفكستي اوف سيجمويد فليكشر ان ذا رومينانت سواين والكامل. يبقى تاني عضله اسمها الريتراكتور بينس ماسل. الريتراكتور بينس ماسل دي عضله بتبدا من الفيرست كودال فيرتبري وكوكسجيال فيرتبري، تعمل ما يسمى بالسسبنسوري ليجامنت اوف ذا انس الرباط المعلق للشرج، وتمشي تنتهي فين بقى؟ تمشي في الفنترال اسبيكت اوف ذا بينس، تروح تنتهي في الجلاند بينس في الهورس، فيما يسمى بالبلبس جلانديس في الدوج، تنتهي فيما يسمى بالفنترال كونفكستي اوف سيجمويد فليكشر. بص حضرتك معايا، ادي الريتراكتور بينس ماسل العضله المسترجعه القضيب، بدات من الكودا الفيرتبري هنا وعملت رباط حوالين الانس سموه السسبنسوري ليجامنت اوف ذا انس، ومشيت على الفنترال اسبكت او الفنترال سيرفيس اوف ذا بينس، ونهايتها بتختلف. هنشوف بقى في الورس بتنتهي في الجلاند بينس، في الدوج بتنتهي في جزء من الجلاند بينس بيسموه البالبس جلانديس، بتنتهي في الفنترال كونفكستي اوف سيجمويد فليكشر في الرومينانت. ادي الريتراكتور بينس ماسل مشيت في الرومينانت وفي الكامل، ده محرك في الكامل، انتهت فين؟ مش قلنا دي اس شيب لها دورزال كونفكستي وفنترال كونفكستي، راحت انتهت في الفنترال كونفكستي وفي سجمويد فليكشر. دي الريتراكتور بينز ماسل في الرومينانت انتهت في الفنترال كونفكستي اوف سجمويد فليكشر. تالت عضلة اللي هي البالبوس بانجيوزس ماسل، ودي سينجل ماسل كفر ذا روت اند ذا فنترال سيرفيس اوف ذا بينس از ويل از ذا بالبو يوريثرال جلاند، بتغطي الفنترال اسبكت بتاع البينس
والبالبيوريثرال جلاند ده داخل الحوض. the function of this muscle is emitting the benign urethra, بتعمل empty لي البنايل يوريثرا of the sperm in the similar way to the urethral muscle emitting the pelvic urethra. البالبو سبونجوزس ماسل عضلة بتغطي الفنترال اسبكت اوف ذا بينس. بالبو سبونجوزس يعني بادئه من البالب بتاع البينز وماشيه مع السبونجي بادي اللي هو كان حوالين الايه اليوريثرا. فالعضله اللي ماشيه في الفنترال سيرفيس اوف ذا بينس دي بيسموها بالبو سبونجوزس. دي هومولوجس للايه لليوريثرالز ماسل اللي كانت جوه الحوض. اليوريثرالز ماسل اللي هي كانت حضرتك حوالين البلفيك يوريثرا دي فين؟ دي في البنايل يوريثرا. زي ما نتكلم نقول ان الجزء من اليوريثرا او قناه مجرى البول اللي ماشيه مع القضيب بنسميها ايه بنايل اليوريثرا. فالبالبوس بانجيوزس ماسل ماشي على الفنترال اسبكت اوف ذا بينس بتعمل ايه؟ بتعمل ايميتنج للسبرم لما يحصل لها كونتراكشن اثناء الجماع، تعمل ايميتنج للسيمينال فلويد اللي موجود داخل الايه اليوريثرا. بس انا جزء في اليوريثرا هنا البنايل يوريثرا، انما اليوريثرالز لما تنضغط تفضي اليوريثرا اللي جوه اللي هو البلفيك بارت بتاع الايه اليوريثرا. يبقى كانت يوريثرالز جوه بقت بالبوس وانجيوزس ايه من الخارج. في عضلة كمان بنسمها الاسكيوروسراليس، دي باد عضلتين صغيرتين كده موجودين او سمول ماسلز موجودين من الاسكيال ارش وبينتهوا في بونجي بادي كده بيسموها الاسكيوروسراليس ماسلز. دي مجموعة العضلات بتاع القضيب اللي هي الاسكوكافرنوزس ماسلز اللي حوالين الاتنين كراس اوف ذا بينس او تو كرورا اوف ذا بينس والريتراكتور بينس ماسل. الريتراكتور بينس ماسل اللي قلنا بدأ من الانس وعملت ايه يا جماعه؟ عملت السسبنسوري ليجامنت اوف ذا انس، بدات من الفيرست كودال فيرتبري ولفت حول الانس وعملت ايه؟ وعملت السسبنسوري ليجامنت اوف ذا انس، وبعدين مشيت على الفنترال اسبكت اوف ذا بينس اسمها الريتراكتور بينس. العضله المسترجعه القضيب نهايتها في الغرس اللي قدام حضرتك دوت، بتنتهي فين؟ بتنتهي في الجلانز بينس، في الدوج بتنتهي في البلبس جلانديس. في باقي الحيوانات اللي هي فيها سيجمويد فليكشر فايبر الاستيك تايب اوف ذا بينس بتنتهي في الفنترال كونفكستي اوف سيجمويد ايه فليكشر بجانب البلبس بانجيوزس ايه ماسلز. دي كانت الماسلز اوف ذا بينس. الفيسلز اند نيرفز اوف ذا بينس ارتيريال بلاد سبلاي اوف ذا بينس بيجي له من الانترنال بيودندال والاكسترنال بيودندال ارتري بجانب الاوبتيوريتور ارتري زي ما نشوف في الصوره دلوقتي. ده في الاكواين. في الكارنيفورز اللي هو الدوج بيجي له من الانترنال والاكسترنال بيودندال. في الرومنانت بيجي امداد دموي للبينس من الانترنال بيودندال ارتري. بس الارتريز ار اكومبانينج باي ساتيليت فين ويتش فورمينج اكسسيف بلكسس ان ذا سيرتن اريا. الليمفاتيك فيسلز ده الليمف بيحصل له درينج عن طريق السوبرفيشال والديب انجوينال ليمف نود. النيرف سبلاي اوف ذا بينس درايف فروم بيرد بيودندال نيرفس والجلانز بينس اند انترنال لامينا اوف ذا بريوبيوس ار هيفلي انفلتريتد باي سنسوري نيرف اندينج ريسبونسبل فور ستيمولييتنج ايجاكوليشن. ده منطقه الجلانز بيبقى فيها النيرف عالي. نشوف الارتري بتاع امداد الدموي او الارتيريال بلاد سبلاي اوف ذا بينس ده اللي قدام حضرتك في الغرس بيجي له عن طريق عن طريق ما يسمى بالاوبتيوريتور ارتري. ايه اللي قدام حضرتك ده؟ ده الابدومينال اورطه، ده الشريان الرئيسي اللي بيغذي منطقه الصدر والبطن والحوض. احنا كده في منطقه الايه البلفيك كافيتي. ادي الابدومينال اورطه يطلع منه التستيكول لو حضرتك تفتكر اللي يروح للتستس عن طريق الانجوينا الكنال ويغذيها بالاوبتيوريتور ارتري. الاوبتيوريتور ارتري يديني ايه؟ يديني الميدل ارتري اوف ذا بينز، يغذي الجزء الاوسط من الجسم ماشي على الدورز الاسبكت اوف ذا بادي اهوت عند الكوربس كافرنوزم بينز ماشي في التونيكا الجوجينيا ويبدا يغذي ويتفرع داخل الكوربس كافرنوزم بينز. يبقى بيجي له من الاوبتيوريتور ارتري. الاوبتيوريتور ارتري اللي ملون حضرتك باللون الاخضر ده بيديني الميدل ارتري اوف ذا بينس. وبيجي له من الانترنال بيودندال ارتري. الانترنال بيودندال ارتري بيديني الارتري اوف ذا بينس، ده عباره عن كونتينويشن اوف ذا انترنال بيودندال اند لاي ات ذا سايز اوف ذا يوريثرا دورزال تو ذا اسكياتيك ارش ديب اندر ذا بالبوس بانجيوزس ماسل، يمشي تحت البالبوس بانجيوزس ماسل اند رموفاي ان ذا كوربس بانجيوزم بينس.
give of small branches to the bulb of the penis and another very small branches to the arteria dorsalis penis or dorsal artery of the penis. يبقى الانترنال بيدين ده البيدين الارتر اوف ذا بينس اللي هو اساسا يغذي منطقه الروت اوف ذا بينس, يتفرع في منطقه البلب اوف ذا بينس وتو كرورا اوف ذا بينس, ده اسمه ايه الارتري اوف ذا اوف ذا بينس. يبقى الميدل ارتر اوف ذا بينس بيجي منين؟ من الاوبتيوريتور. الارتر اوف ذا بينس اللي رايح للروت بتاع البينس جاي من الانترنال ايه بيودندال الكرينيال ارتر اوف ذا بينس. يبقى تالت امداد ليه دموي للبينس بيجي من الكرينيال ارتر اوف ذا بينس, ده بيمشي على الدورزال سيرفس اوف ذا بينس واندس ان ذا جلاند از ارتر اوف ذا جلاندز, يمشي من على الدورزال اسبكت. بص معايا كده, مشي على الدورزال اسبكت اوف ذا بينس ومشي وراح فين؟ راح للجلاندز كارتري اوف ذا جلاندز. ده جاي منين؟ جاي من الاكسترنال بيودندال ارتري. يبقى الامداد الدموي للبينس في الغرس بيجي له من ثلاث اماكن, بيجي له من الانترنال بيودندال ارتري وده بيديني الارتر اوف ذا بينس اللي بيحصل له اربرايزيشن او برانشنج في منطقه الروت, يدي للبلب ويدي للتو كرورا اوف ذا بينس. وبيجي له منين كمان؟ بيجي له من الاوبتيوريتور ارتري. الاوبتيوريتور ارتري بيديني الميدل ارتري اوف ذا بينس وده بيغذي الميجور بارت اوف ذا بودي اوف ذا بينس. كمان بيجي له منين؟ من الاكسترنال بيودندال ارتري. الاكسترنال بيودندال ارتري يديني الكرينيال ارتري اوف ذا بينس اللي هو يمشي على الدورسال اسبكت اوف ذا بينس ويوصل يغذي منطقه الايه الجلاندز. على ما حضرتك تاخد معانا الديسكشن اوف ذا بيلفيك كافيتي وتعرف معانا البرانشز اوف ذا انترنال بيودندال والاكسترنال بيودندال تفصيلا, دي الامداد الدموي ليه او الارتريال بلاد سبلاي اوف ذا بين. ده الدورز النيرف اوف ذا بينس متوزع في الجلان ذا بينس. وهنا بقى بنلاقي في ايه؟ بنلاقي في فينس ساينسز كتيره جدا موجوده في الدورزال سيرفيس اوف ذا اوف ذا بينس. ده الدورزال نيرف اوف ذا بينس بيروح يحصل له بقى تفرع ويديني برانشات كتير جدا او نيرف اندنج كتير جدا في منطقه الايه الجلانز. ده الدورزال ارتري والدورزال ارتري اوف ذا بينس والدورزال فين اوف ذا بينس ماشيين على الدورزال اسبت اوف ذا بينس, يوصلوا من الدورزال سيرفيس لحد الجلانز بداوا يغذوا منطقه الجلانز. ودي ريتراكتور بينز مصر ده في, طالما شفنا الاس شيب دي معناها فين؟ يعني القطاع ده اقدر اقول عليه فين؟ او اقدر اقول عليه في البول, في الرام, في البق, في الكامل, في البور. اهو زي ما حضرتك شايف ده الانترنال بيودندال ارتري والانترنال بيودندال فين, دي منطقه الجلانز بينز او الجزء الحر من القضيب او الحشفه بتاعه القضيب في الدوج. تبدا الارتري دي يحصل لها اربرايزيشن او توزيع في منطقه الايه الجلانز بالشكل ده نهايه القضيب في الدوج, وموجود طبعا من الداخل الايه الاوس بينس. ثالث جزء من القضيب بيسموه يا جماعه بيسموه الجلانز. يبقى احنا شفنا اجزاء القضيب, الجلانز بينس اللي هي ثالث جزء من القضيب بيختلف شكلها من حيوان لحيوان. فنشوف في كل حيوان على حدة شكل الجلانز بينس في كل حيوان على حدة. في الستاليون بتبقى لارج ومشروم شيبد هاز ديستينكت نيك بيسموه كولوم جلانديس, سراوند كرينيالي باي ارينج بيسموها كورونا جلانديس. الكرينيال اسبكت اوف ذا جلانز السيركولار راوندد اند ديب depression fossa glandis in which contains urethral process projectus from about 2.5 cm. The fossa glandis consisted of the dorsal recess urethral sinus and two ventrolateral one. الجلانز بينس في الغرس بتاخد شكل المشروم شيب, شكل عش الغراب كده, لها عنق واضح اللي ممسوك بالايد, ده بنسميه كالم جلانديس. اسمها ايه؟ جلانز بينس. حشفه القضيب الجزء اللي ماسكينه ده بيسميه كالم جلانديس, عنق الجلانز بينس بالشكل ده كده. الجزء ده يسموه ايه؟ يسموه كالم جلانديس. والحافه دي يسموها ايه؟ يسموها كورونا جلانديس. يبقى الحافه اللي حواليها دي اللي حوالين الجلانز دي بيسموها ايه؟ كورونا جلانديس. والمنطقه المنخفضه في النص دي يسموها ايه؟ يسموها فوصه جلانديس. فوصه
جلانديس. الفوسا جلانديس دي ممتد منها ايه؟ ممتد منها نهايه اليوريثرا، نهايه قناه مجرى البول او الاحليل البولي، دي بيسموها ايه؟ يوريثرا البروسيس. اليوريثرا البروسيس طوله هنا في الهورس حوالي 2.5 سنتي. امال الانخفاض اللي انا بشاور عليه ده اسمه ايه؟ اسمه فوسا جلانديس. الجزء العلوي منه او الدورز البارت بتاعه بيسموه اليوريثرال ساينس، بيسموه يوريثرال ساينس. اليوريثرال ساينس ده بيبقى دورزلي وفي اتنين لاترال او فينترو لاترال جروفز او ساينسز على الجناب. يبقى دلوقتي جلانزي بينس في الهورس لها نيك واضحة، لها عنق واضح، والحافة اللي حواليها بتاخد شكل المشروم لايك شيب. الحافة اللي حواليها بنسمها ايه؟ بنسمها كورونا جلانديس، كورونا جلانديس. والانخفاض اللي في النص ده بنسميه فوسا جلانديس، وده اليوريثرال بروسيس. يوريثرال بروسيس الفوسا جلانديس فيها دورزال ساينس بيسموه اليوريثرال ساينس. صوره تانية معانا، ادي الاكسترنال يوريثرال اورفيس او فتحه اليوريثرا. الانخفاض ده بيسموه الفوسا جلانديس، ودي ايدي كلها دي جلانز بينز. الحافه اللي حواليها دي بنسميها ايه؟ بنسميها كورونا جلانديس. اهو اللي انا رفعت عليه ده ايه؟ اليوريثرا ساينس، ده اليوريثرا البروسيس. اليوريثرا البروسيس الفتحه الخارجيه اليوريثرا بيسموها ايه؟ اكسترنال يوريثرا اورفيس. اكسترنال يوريثرا ايه؟ اورفيس. دي كلها الجلانز بينس، وده بيسموه اليوريثرا ايه؟ ساينس. الانخفاض كله على بعضه بيسموه ايه؟ فوسا جلانديس. اهو بالشكل ده كده، ده اليوريثرا ساينس اهو، وده اليوريثرا البروسيس، ودي فتحه الايه؟ اليوريثرا. ادي الجلانز بينس في الهورس بتاخد شكل المشروم لايك شيب، دي نفس الصوره اهي لما نكبر. دي الجلانز بينس. الحافه اللي حواليها دي سميناها ايه؟ الكورونا جلانديس، وده القلم ايه؟ جلانديس. ولما خدنا سيكشن لونجيتودينال سيكشن في منطقه الجلانز، بص دي اليوريثرا اهي ماشيه وحواليها ايه؟ حواليها كورباس سبنجوزام بينس. مش قلنا اللي حوالين اليوريثرا ده كورباس ايه؟ سبنجوزام. دي الفوسا جلانديس اهي، اللي فوق الجزء العلوي من الفوسا جلانديس ده بنسميه ايه؟ يوريثرا ساينس. يوريثرا ليه؟ ساينس. والامتداد بتاع اليوريثرا ده سميناه ايه؟ يوريثرا البروسيس. والفتحه نفسها بنسميها يوريثرا ايه؟ اورفيس. يبقى ده سميناه الفوسا جلانديس، والجزء اللي فوق ده سميناه ايه؟ يوريثرا الايه؟ ساينس. والعنق بتاع الجلانز بينز او الحشفه بتاع القضيب سميناه ايه؟ سميناه القلم جلانديس. والحافه كورونا جلانديس وفوسا جلانديس، وده اسمه يوريثرا ساينس، وده اليوريثرا بروسيس طوله حوالي 2 سم. والفتحه اللي انا بشاور عليها دي ايه؟ اكسترنال يوريثرا اورفيس. اكسترنال يوريثرا الايه؟ اورفيس. وبعد كده ده الجلانز بينس حوالين القضيب فيما يسمى بالايه؟ البريبيوس او الجلد او الشيس اللي حوالين الايه؟ القضيب. ده كان الجلانز بينس فين يا جماعه؟ في الاستاليون او في الهورس. الجلانز بينس بقى في البول بتبقى بورلي ديفلوبد ونوت كليرلي ماركت from the body. الكرينيال اكستريميتي بتبقى pointed وتويستد وفورمينج كاب لايك استراكشر كولد جلا جلانديس. يبقى في نهايتها بيبقى في شكل الكاب لايك استراكشر بنسميه جلا جلانديس. اخر 2 ل 3 سنتي من اليوريثرا بيكونوا اليوريثرا البروسيس اللي هو مبقاش باين من الجلانز بينس بالشكل ده كده. بص حضرتك معايا اهو، ادي الجلانز بينس في البول بتبقى تويستد في نهايتها كاب لايك استراكشر بنسميه جلا جلانديس. الانترنال لامنا اللي قدام حضرتك دي الانترنال لامنا بتاع البريبيوس، ده القلفه او الجراب بتاع القضيب، دي الانترنال لامنا عامله ماسكه مع القضيب مع نهايه القضيب بما يسمى بالبنايل رافي. البنايل رافي ودي الجلا جلانديس. وفي نهايه بقى اليوريثرا البروسيس ايه؟ ده مختفي في الجروف اللي جوه الجلانز بالشكل ده كده. ادي شكلها تويست شيب، ده الجروف اللي في نهايه الجلانز ماشي في ايه؟ ماشي في اليوريثرا عشان تفتح بايه؟ بالاكسترنال يوريثرا اورفيس هنا. يبقى ده اليوريثرا الايه؟ بروسيس. اليوريثرا البروسيس مش واضح فيها لانه ماشي جوه الجروف لانها تويستد او ملتويه بالشكل ده كده اهي. شفت تويستد في الشيب ماشي فيها اليوريثرا البروسيس ويجي يفتح بينا بايه؟ باليوريثرا اورفيس او الاكسترنال يوريثرا الايه؟ اورفيس. والانترنال لامينا ماسكه مع القضيب بالبنايل ايه؟ رفي. اي صوره تانية اهي، ادي شكلها حضرتك. بص تويستد وهنا ماشي اليوريثرا البروسيس وينتهي بالاكسترنال يوريثرا الايه؟ اورفيس.
صورة تانية معانا اهي، ادي شكلها بتبقى تويستد وبتكون كاب لايك استراكشر بنسميه ايه، الجلة جلانديس اهي. ادي الجلة جلانديس اللي حضرتك شايفها دي، دي كلها الجلانز بينس، وادي اليوريثرال بروسيس انتهى بالاكسترنال يوريثرال ايه اوريفيس، ودي الجلة ايه جلانديس، دي كلها الجلانز بينس. ومسك البينس ده هوت مع الانترنال لامينا بتاعة البريبيوس بما يسمى بالبنايل ايه رفي، ده البنايل ايه رفي. في الرام بقى الجلانز بينس ريبريزنتد باي جلة جلانديس، ودي عبارة عن اللارجد وراوندد كاشن سراوندد باي ابرومينانت ريدج كورونا جلانديس فروم ويتش اكستند انلونجيتد برومينس اللي هو التوبيركولوم جلانديس. التوبيركولوم جلانديس موجود فين؟ على الليفت سايد بتاع الفري بارت اوف ذا بينس. سمول ريسيس بتوين ذا ايدجز اوف ذا جالا جلانديس اند توبيركولوم از يوريثرال بروسيس بروجكتد بيهايند ذا جلانز باي من حوالي 2.5 ل 4 سنتي اون ذا end of which is external urethral orifice. ده في الرام بقى الجلانز بينس بتمثل ب كاب لايك او كاشل لايك استراكشر بنسميه ايه، بنسميه جله جلانديس. الانتفاخ الكبير ده هو اسمه جله جلانديس بالشكل ده كده، يبقى الانتفاخ الكبير قوي ده اللي هو دي كلها الجلانز بينس، الانتفاخ ده هو او الكاشل لايك استراكشر ده بيسموه جله جلانديس. الجله جلانديس يمتد منها للخلف ناحية الليفت التوبيركولوم جلانديس. توبيركولوم جلانديس يمكن هنا في الصورة دي اوضح دياجراماتيك اهي، دي الجلة جلانز بينس، دي الجلة جلانديس، وده النك بتاع الجلانز، وده التوبيركولوم جلانديس. ده التوبيركولوم جلانديس موجود ناحية الليفت سايد، ده امتداد خلفي للجلة جلانديس ناحية الايه، ناحية الليفت، ودي النك بتاع الايه الجلانز، وده الرفيع بتاع البينز اللي ماسك الانترنال لامينا اوف ذا بريبيوس مع الجلانز بيسموه رفيع اوف ذا بينز. هنا بقى بيتميز الباك والرام او السمول رومنانت عموما بامتداد اليوريثرال بروسيس behind the glands، يعني قدام الجلانز بيزيد لبره بايه، بحوالي 2.5 ل 4 سنتي. ده يهمنا في الابلكيشن، او ان اليوريثرال بروسيس في السمول رومنانت بيزيد عن مستوى او يمتد اهو. بص حضرتك لما عمل اكسبوشر للجلانز بينس في الرام، بص ده الاكسترنال يوريثرال بروسيس، ده الاكسترنال او اليوريثرال بروسيس، ويفتح في النهايه بالاكسترنال يوريثرال ايه اوريفيس. فاليوريثرال بروسيس في السمول رومنانت بتبقى يمتد بحوالي 2.5 ل 4 سنتي بهايند ذا اند اوف ذا جلانز بالشكل ده كده. بص اهو ادي الجلانز بينس، وادي اليوريثرال بروسيس طوله حوالي 2.5 ل 4 سنتي، وفي نهايته الاكسترنال يوريثرال ايه اورفيس بالشكل ده. ده اليوريثرال بروسيس، وهيبقى في نهايته ايه، ده المكان اللي بيحصل فيه دايما obstruction. يحصل ايه، ان الاستونز دائما تيجي تقف في هذا الايه المكان، لانه ادي مكان، ده المكان اللي يطلع منه اليورين ده والسيمن، ده امتداد لليوريثرا، امتداد لقناة مجرى البول، بس في السمول رومنانت بيمتد حوالي 2.5 ل 4 ايه سنتي بالشكل ده كده. دي الجلانز بينس، دي الجلة جلانديس، وده التوبيركولوم جلانديس، ودي النيك اوف ذا جلانز، وده اليوريثرال بروسيس اهو بالشكل ده كده. دي الجلة جلانديس، وده التوبيركولوم جلانديس، ده كله عبارة عن سبونج ايه بادي او كوربس سبونجوزم بينز، امتداد للكوربس ايه سبونجوزم، وده اليوريثرال بروسيس. النتوء الاحليلي ده هوت اللي هو ينتهي بالايه، بالفتحة الخارجية للاحليل اللي هي الاكسترنال يوريثرال ايه اورفيس. لما بيحصل اوبستراكشن او ان ستونز يحصل لها لودجمنت في هذا البروسيس، نعمل ايه، نقطع البروسيس ده زي ما حضرتك شايف كده. طبيب بيقطع الايه البروسيس ده لما بيكون في ستون او كالكيولاي، اي حصوات حصل لها لودجمنت فيه، فبيعمل له بيعمله امبيوتيشن او بيشيل هذا الايه الان 2. الجلانز بينس في الدوج بتبقى فيري لونج وسراوندد زي وسبينس. الكرينيال لونج بارت اوف ذا جلانز بينس بيسموه بارز لونجاس جلانديس، وده بيبقى سايلندريكال وذ فري بوينتد ان ويتش بريزنت ذا اكسترنال يوريثرال ايه اورفيس. الشورت سيك بارت اوف ذا جلانز بالباس جلانديس، اللي هو البالباس جلانديس، اس rounded a large present caudal and dorsal to the cylindrical part due to the elasticity of the
trabecular system of the glands in the dog, especially the bulbous glands, it is distinct considerable during the coitus, causing the tie between the male and the female, which is lasted up to 30 minutes. الأوس بينس ده عبارة عن رود لايك بون كونتين زي فنترال ديب جروف ويتش كونتين زي يوريثرا اند زي كوربس بانجوزم بينس، طولها حوالي 10 ل 11 سنتي في اللين. الجلانز بينس في الدج بتتكون من جزئين، الجزء الطويل ده بنسميه بارز لونجاس جلانديس، والجزء المنتفخ ده بيسموه بالباس جلانديس. الاتنين دول متكونين من ايه اصلا؟ متكونين من السبونجي تيشو او الكوربس سبونجيوزم بينس. الاجزاء بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها انتفاخ او امتلاء بالدم اثناء عملية الكوبيوليشن او الميتنج. نبص نلاقي ده بعد الميتنج بيحصل انتفاخ للبالباس جلانديز، ده ناتج من ايه؟ ناتج ان الامداد الدموي واللاكيوني لان واسعة جدا هنا او متسعة في الدج في هذه المنطقة، والامداد الدموي كتير جدا وكافيرنس سبيس كبيرة جدا او السبونج سبيس موجودة كتير جدا. ده بيعمل ايه؟ بيعمل اللارجمنت اثناء عملية الميتنج او الكوبوليشن للبالباس جلانديز ده، فبيساعد على الميتنج. طيب الشكل ده كده ادي البالباس جلانديس وادي البارزولونجاس جلانديس. كل الجلانز بينس دي بتبقى موجودة فين اثناء الميتنج او الجماع؟ داخل الفيميل جينيتال تراك او داخل الفاجينا اوف ذا فيميل، داخل الايه؟ المهبل بتاع الايه؟ الانثى. فده البارزولونجاس جلانديس وده البالباس جلانديس. صورة تانية اهو، ده البارزولونجاس جلانديس وده البالباس جلانديس بجانب ايه بقى؟ بجانب الاوزبينس. جواها تجويف او مذاب جروف بيسموه اليوريثرا جروف، ماشي فيه اليوريثرا من الجهة الفنترال سيرفيس. فده كروس سيكشن اهو، تقولنا البنايل سيبتم كامل، ده كوربس كافرنوزم بينس وده كوربس بانجوزم بينس حوالين اليوريثرا. ويجي يعمل ليه؟ يعمل لي جلانز بينس اللي هي في الدوج بتكون من ايه؟ بارز لونجاس جلانديس وبالباس جلانديس. الجلانز بينس في البور بتبقى الديستينكت، بتبقى الفري اند بتاعتها بتبقى بوينتد، بتبقى كوركسكرو شيب كونتين في الفنترال اند بتاعتها يوريثرال الاكسترنال يوريثرال اورفيس بالشكل ده كده، بتبقى سبايرال في الشيب وبتبقى النهايه بتاعتها ايه؟ بوينتد، بتحتوي على في نهايتها الاكسترنال يوريثرال اورفيس اللي هو فتحه الايه؟ الاحليل البولي او المبال في نهايتها بالشكل ده كده، بتبقى سبايرال في الشيب، في نهايتها بيبقى الاكسترنال يوريثرال اورفيس. ده في البور. في الطوم كات الجلانز بينز ما بتبقاش واضحة او اول ديستينكت، وبتاخد شكل كونيكال شيب مخروطية الشكل، بتبقى الجلة جلانديس بتبقى سن. اهم ما يميز الجلانز بينز في الطوم كات او في ذكر القطط انها بتاخد ايه؟ بيبقى موجود عليها باربد بينز او عليه مجموعة من البنايل سباينز اللي هي الاشواك القضيبية او موجود في سباينز او اشواك على الجلانز بينس. السباينز دي لها فايدة عظيمة لان احنا لما نشوف الكات ما بيحصلش اوفيوليشن الا لما يحصل ميتنج، فدي بتعمل ما يسمى بالانديوزد اوفيوليشن او التبويض المستحس، دي اللي بتنشط الانثى انها تعمل يحصل لها ايه؟ اوفيوليشن. بتعمل لاسيريشن في الول بتاع الفاجينا، بتعمل تجريح في الول بتاع الفاجينا بتاع الانثى اثناء الجماع، فالنيرف امبلس تسافر عن طريق السبينال كولد للبرين، تروح للهايبوثالاموس تبعت رساله، يبعت للبيتوتري جلاند، تبعت الجونادوتروفين هرمونز، يبعت للاوفري اف اس اتش وال اتش، يقول للاوفري اعمل ايه؟ اعمل اوفيوليشن. يبقى ما بيحصلش اوفيوليشن لما يحصل ايه؟ ميتنج او كوبوليشن. ده بيسموه ايه؟ بيسموه انديوسد اوفيوليشن او تبويض مستحس. ده موجود في الكامل وموجود في كات، فانما السباين دي مش موجوده غير في التوم كات. التبويض المستحس موجود في الحيوان دول، انما السباين مش موجوده غير فين؟ في التوم كات. فشايف حضرتك ادي البنايل سباينز موجوده قوي بغزاره، انما لقوا ايه بقى؟ لقوا في الكاستريتد توم كات، يعني لما بنجيب ذكر قطه نعمله كاستريشن او ريموفال للتستس بنلاقي السباين دي مش موجوده بالشكل ده، ادي موجوده هنا هنا مش موجوده. فلقوا ان السباين دي
تواجدها زي ما حضرتك شايف ده كاستريتد وده نون كاستريتد، ده في تيستس بتاعته او توم كات فرتايل يعني، انما ده حيوان شاله الخصيه بتاعته، فلقوا ان السباين ديت نموها وتواجدها مرتبط بوجود التستوستيرون، لان التستوستيرون زي ما قلنا بيتفرز منين؟ من اللايدس سيل، الخلايا اللايدس اللي موجوده فين؟ في الخصيه في الانترستيشيال تيشو بتاع السيمينيفرس تيبيول، ما بين السيمينيفرس تيبيول. فده في الكاستريتد لقوا ان مفيش بنايل سباين، لما شالوا الخصيه لقوا البنايل سباين دي بتختفي، انما في النون كاستريتد اللي هو الحيوان الفرتايل بقى اللي موجود الخصية بتاعته فيه، لقوا فيه بنايل ايه؟ سباين. دي صورة لإلكتروميكروسكوب للبنايل سباينس اللي هي الأشواك القضيبية، شايف حضرتك شكلها كونيكال شيب موجودة على الجلانز بينز هنا، ده شكل السباينس اللي موجودة في الايه؟ البينز بتاع الطوم ايه؟ كات. الجلانز بينس في الكامل بتبقى ايه الديستينكت الفري بارت اوف ذا بينس، بيبقى تبر تو اند ان ذا تيرمينال بروسيس which twist to the left forming hook like gala glandis at the terminal process بيبقى دي النهاية التبر the end of the glands penis forming the to the left side the terminal process. الترمينال بروسيس تخلي بال حضرتك نوع بارز of the corpus cavernosum penis ventral to the base of the terminal process اليوريثرال بروسيس flanked by two mucus folds. في 2 mucus folds flanked حوالين اليوريثرال بروسيس. فولد اوف ذا ميوكاس ممبرين ودي بارز من الكوربس كافرنوزم بينس، واحده معاكسه ليها بيكون ما يسمى بالتوبيركولوم اسباينوزم. يبقى التوبيركولوم اسباينوزم عند البيز كودال ودورزال للبيز بتاع التيرمينال بروسيس. كودال اند دورزال تو ذا بيز اوف ذا جالا جلانديس small conical urethral process projected cranially. ال urethral process يمتد cranially بالشكل ده كده. ال urethral process measures about 4 cm في اللينس. ال urethral process flanked by two folds of the mucous membrane supported by cartilage. يبقى في هنا cartilaginous support للجلانز بينز of the camel. الفنترال فولد فورمز توبيركلام سباينوزم. الفنترال فولد من الميوكس ممبرين اللي حوالين اليوريثرال بروسيس دي بيسموها ايه؟ توبيركلام سباينوزم. الاكسترنال يوريثرال اوريفيس از لوكيتد اون ذا ليفت سايد اوف ذا نارو كونستريكشن بتوين ذا جالا جلانديس بينس اند ذا بودي اوف ذا بينس. او زي ما حضرتك شايف الكوربس كافرنوزم بينس امتد وكون ما يسمى بالتيرمينال بروسيس. في 2 فولد من الميوكس ممبرين حوالين اليوريثرا البروسيس اللي هو النتوء الاحليلي بتاع نهايه اليوريثرا. دي فولد اوف ذا ميوكس ممبرين على الليفت سايد، والكوربس بانجوزم بينس امتد بكارتليجنوس سبورت كون لما يسمى بالتوبيركلام اسباينوزم بالشكل ده كده. ادي اليوريثرال بروسيس لما كبرت لحضرتك الصوره، ده التيرمينال بروسيس وده التيوبيركولام اسباينوزم. دي كان شكل الجلانز بينس في الكامل، وده الفري اند وده نهايه البريبيوس. اللي عاوز اوصله لحضرتك ان الجلانز بينس بتبقى هوك لايك استراكشر في الكامل، ليها كارتليجنال سبورت او دعامه غضروفيه، لان الكامل زي ما قلنا من الانديوسد اوفيوليشن لازم يعمل اريتيشن او يعمل ستيموليشن للوول بتاع الفاجينا بتاع الفيميل اثناء عمليه الميتنج او الكوبيوليشن. البنايل اريكشن، الاريكشن اوف ذا بينس او انتصاب القضيب، دي عمليه بيبقى انفولف فيها سنترال وبريفرال باس واي، حضرتك هتاخدها تفصيلا في ماده الفسيولوجي ان شاء الله. اللي يهمنا هنا ان في التوموسنس او عمليه الاريكشن بيحصل بروسيسنج وانتجريشن للتكتايل والفيجوال والفاكتور ستيموليشن. اي ستيموليشن، عمليه احتكاك للجلانز بينز، عمليه فيجن، عمليه اولفاكتوري زي ما قلنا بيستحس الفرمونز اللي بتنزل من الفيميل اثناء فتره الشبق او فتره الاسترس، بيحصل
ان البينس بيبقى في الفلاسيد ستيت، بيزيد الارتريال بلاد فلو للبينس، بيزيد الامداد الدموي للبينس، بيحصل دايلاتيشن للبنايل ارترس، دي الفيرست ايفنتس، بيزيد الامداد الدموي في خلال الشرايين. بعد كده يزيد ضغط الدم داخل اللاكيونال سبيسز او الكافيرنس سبيسز، يزيد الامداد الدموي داخل او تجمع الدم داخل الكافيرني. بزيادة هذا الدم وانضغاط او كومبريشن اوف ذا فينوس ريتيرن عن طريق الاسكو كافيرنوزس ماسلز، ده بيعمل اكيوميليشن للبلط داخل الساينوسويدز او داخل الكافيرنس سبيسز، فبيعمل اريكشن او يعمل انتصاب بالشكل ده كده. ادي الكافيرنس سبيسز في الفلاسيد ستيت، تتسع هذه الكافيرنس سبيسز او التجاويف الكهفيه دي والبلاد ساينوسويدز اللي موجوده في البينس، زيد تجمع الدم داخل هذه التجاويف، البلاد ارتيريال بلاد سبلاي بيزيد امداده بشكل كبير جدا، والفينوس ريتيرن بيتوقف، يعني الدم اللي قاعد عن طريق الاوعيه الاورده بيتوقف، فبيحصل امتلاء للكافيرني دي او في of the cavernae with the blood، فيحصل الاريكشن. بجانب ايه بقى، احنا قلنا الطبقة الخارجية دي بيسموها تونيك البوجينيا، تونيك البوجينيا عبارة عن فايبرو الاستيك لير حوالين البينس، كل لما تزيد الدم تراكم الدم او امتلاء الكافيرني بالدم، التونيك البوجينيا تعمل بريجر عليها فتدي الريجيديتي of the penis او صلابة القضيب بالشكل ده كده. حضرتك اهوت ادي في الفلاسيد ستيت او في النون اريكتد استيت الكافيرني امتي اوف ذا بلاد ما فيهاش دم، لما في حالات الاريكشن استيت حصل فيلينج للكافيرني وذ بلاد مع ضغط التونيكا البوجينيا اللي موجوده بالخارج، ده بيدي نوع من الريجيديتي او الصلابه للقضيب اثناء عمليه الايه الاريكشن. استحساس المواد الفيرمونز او المواد الكيميائيه اللي بتفرز من الفيميل، ده احد الاستيمولاي اللي بيعمل اريكشن في الحيوانات، عن طريق ان الحيوان بيرفع الراس بتاعه للخلف، وده بقى واضح قوي في الغورس، وبيرفع الشفاه بتاعته الاعلى ليه، علشان يركز تجميع الهواء يدخل جوه الفم بتاعه، هنا يدخل عن طريق فتحة توصل الهواء ده لأنبوبتين مغلقتين على جانبي الفاصل الأنف أو الحاجز الأنفي اللي هو الفومورونيزال أورجان، يدخل الهواء جوه الفومورونيزال أورجان. هنا الفومورونيزال أورجان فيه أولفاكتوري ميوكوزا أو مخاطية شمية تستحس هذه المواد اللي هي الفورمونز، فتبعت استيمولاي للبرين ان في سيكشوال استيمولاي حصل هنا عن طريق الفرمونز اللي هو شمها ودخلت جوه الفم، وبعد كده راحت عن طريق الانف للفومورونيزال اورجان او العضو الميكعي الانفي اللي هو فيه اولفاكتوري ميوكوزا، يبعت بعد كده الامبالس للبرين ان في هنا استيمولاي. الفليم ريسبونس بيبقى الفليم زي ما حضرتك شايف كده، بيرفع الشفاه بتاعته الاعلى والى الخلف، ويعمل استريتشنج للنك بتاعته عشان يدخل الهواء جوه الفومورونيزال اورجان، فتحتي الفتحه هنا للفومورونيزال اورجان تدخلها على الانف. ده الشكل ده بيسموه الفليم ريسبونس لما بيكون الفيميل في الاسترس بيريود او في فتره الشبق، ان هي اكسبت الميل او ممكن تستقبل الميل ويحصل ميتنج او كوبوليشن او جماع، الميل بيستحس السكريشن اللي نازل من الفاجينا بتاعتها في كيميكال سبستانس اللي هي فيرمونز، دي عباره عن سيكشوال ستيميوليشن للستاليون او للميل. فالشكل اللي قدام حضرتك ده بيسموه الفليهمن ريسبونس، وبيحصل في كل الحيوانات ولكن الاكسبريشن بيختلف، وحضرتك هتاخد ده تفصيلا في ان شاء الله البيهيفير او السلوكيات بتاعه الايه الحيوانات. عمليه الايجاكوليشن دي بتبقى ديفايند از ريفلكس اكسبالشن اوف سبرماتوزوا اند سيمينال بلازما فروم ذا ميل ريبرودكتيف تراكت. الاكسبالشن اوف ذا سيمين از ريزلت اوف سنسور ستيميوليشن primary to the glands penis that cause a series of coordinate muscular contraction. Once the penis intrudes to the female, relax impulse are initiated. عملية الإجاكوليشن
تبدأ لما يستحس الجلانز بتاع البينس، يحصل استيميوليشن للجلانز بتاع البينس بعد عملية الانترموشن وعملية الميتنج والكوبيوليشن، يبدأ يحصل سيريز من الرياكشن، يبدأ يحصل الإيجاكوليشن والإيفاكويشن بتاع السيمن اللي عبارة عن سبرماتوسايتس أو سبرماتوزوا والسيمنال فلويد داخل الفيميل جينيتال تراك. Upon three threshold stimulation, impulse are transmitted from the glands penis by way to the internal pudendal nerve to the lumbosacral region of the spinal cord. The sensory impulse result in the firing of the nerve in the spinal cord and forcing of the semen into the urethra accomplished by nerve in the hypogastric plexus that target muscles. كل دي عبارة عن coordination للinternal pudendal nerve والhypogastric plexus، دي عبارة عن أعصاب وضفائر عصبية تعمل ejaculation، يحصل evacuation بقى للسيمن داخل الfemale genital tract، وبيعمل contraction للurethral muscles اللي هي حوالين اليوريثرا عشان تعمل evacuation للcontents بتاعها. الديوريشن بتاع الكوبيوليشن، الوقت بتاع الكوبيوليشن او الميتنج اللي يحصل فيه ايجاكوليشن في الاكواين بيوصل من 20 ل 60 سكند 60 ثانيه، في البوفاين 1 ل 3 سكند، في الاوفاين 1 ل 2 سكند، في الاسواين من 5 ل 20 مينت، لان البور بياخد فترات راحه اثناء عمليه الجماع، في الكامل من 8 ل 10 مينت. في الاكوين عملية الميتنج او كوبيوليشن عبارة عن مالتبول بيلفيك راستنج وفلاجنج لي التيل فولود باي ان اكتف فيز، بالشكل ده كده بيعمل مساك للفيميل بالفور لمب بتاعته، بيعمل فلاجنج بي التيل، تبص تلاقي التيل بيحركه زي العالم كده، وينتهي عملية الكوبيوليشن او عملية الميتنج خلال 20 ل 60 ثانية. في البوفاين بيوصل طولها حوالي 1 ل 3 سكند، برضو في بيلفيك ثراست ويز فورس كلاسب كده، بيمسك بالانثى ويعمل القصف خلال عدد محدود من الثواني، بتوصل حوالي 3 سكند. في الشيب نفس الكلام، في البور في رابط بيلفيك ثراستنج تو انجيج بينز ان ذا سيرفكس، وين ذا بينز از انجيج ذا ثراست ستوب اند ايجاكوليشن كومينسز ذات از كومباني باي سومونولينس. في فترات راحه بتحصل في البور اثناء الجماع، يبدا بثراست لعمليه الانتروموشن او دخول القضيب داخل الفيميل جينيتال، بعد كده بيحصل ايه الايجاكوليشن. في الجمل الكوبوليشن بيبقى كومبليتد ويز في ميل سيتنج، الميل بيبقى سكواتنج ويز هيز هايند لمب كومبليتلي فليكسد سايد اون ذا جراوند يوزنج سيرفيس اوف هيز هيل اند هوك، الفور لمبس ار اكسباندد اون ايتش سايد اوف ذا فيميل ويز فيترارلي ريشنج ذا جراوند ذا استرنال بوزيشن ان اول كامليد سبيشيز. الديوريشن بتاع الكوبوليشن بيبقى فيري فاريبل امونج ذا فاكتور افكتنج ذا لينث اوف كوبوليشن، البريد والايج والسير ونوع الذكر هنا والسيزون والفريكوانس اوف ذا يوز، هل هو دي الفيرست فيميل ولا السكند فيميل اللي عمل لها كوبوليشن. فزي ما حضرتك شايف كده بيبقى ليت الكوبوليشن او الميتنج الهاي اند لمبس بتبقى فليكسد بالشكل ده وبيعتلي الانثى، وبيتم عملية الاجاكوليشن في خلال من 8 ل 10 مينتس. ده حاطط لحضرتك الفوليوم اوف اجاكوليتس هنا في الهورس على سبيل المثال من 75 ل 120 ملي، في البول بتبقى من 3 ل 5 ملي، في الرام بيوصل ل 1 ملي. في البور بقى عشان عنده مجموعة من الغدد وعلى خاصة البالبورس الجاند كبيرة جدا، بيوصل حجم الإيجاكولت لي حوالي ربع لتر من 200 ل 250 ملي، في الكامل من 1 ل 15 ملي، برضو بيختلف تبع الفريكوانس بتاع اليوز بتاع الميل أو الصاير الذكر اللي مستعدم ده عدد المرات اللي جامع فيها أو نوع الصاير والإيش بتاعه.
الـ average number of ejaculate to satiation حوالي 3 مرات، ده 20، ده 10، ده 3. الـ maximum number of ejaculate to exhaustion لحد ما يوصل الميل exhaustion ممكن يوصل ل 20 copulation، هنا من 60 ل 89 في البول، في الرام من 20 ل 40 copulation، في البور 8 copulation يعني ممكن يجمع 8 إناث، في الكامل من 45 في ميل، ده لكل سيزون في البريدنج سيزون. لما نشوف بقى السايت اوف ذا سيمينال ديبوزيشن، مكان الديبوزيشن بتاع السيمين او انزال المني داخل الفيميل، السايت بتاع الديبوزيشن في الاكواين في الاكسترنال سيرفيكال اوستيوم، بات سيمين انتر زيوترس از هاير بريجر، في بدايه السيرفكس في بدايه عنق الرحم، ولكن ممكن كميه من السيمين تمتد للرحم تبع البريجر لو كميه السيمين كبيره والموتيليتي بتاع الاسبيرما عاليه، تعدي من الاكسترنال سيرفيكال اوستيوم او اكسترنال سيرفيكال اورفس لما ناخد الفيميل جينتال سيستم، نلاقي السيرفكس او عنق الرحم له فتحه على الفورينا وعلى المهبل بتاع الانثى، بنسميها الاكسترنال سيرفيكال اورفس او الاكسترنال سيرفيكال اوستيوم، بيحصل ديبوزيشن للسيمين عنده، يعني انزال المني في الاستاليوم بيحصل عند بدايه السيرفكس او عنق الرحم. في البول بيحصل في الفاجينا في الدورزال فورنكس اوف ذا فاجينا في المهبل نفسه، في الاوفاين عند الاكسترنال سيرفيكال اوستيوم عند بدايه عنق الرحم، في الاسوين ممكن يحصل في السيرفكس او يحصل في اليوترس، ممكن يمتد البينس داخل اليوترس، في الكامل بيحصل بارشلي في الانترايوترين وبارشلي انترا سيرفيكال وممكن في الفاجينا، يعني الكامل ممكن يحصل ديبوزيشن لسيمين او انزال المني داخل الرحم، البنز يوصل السيمين للرحم بتاع الشي كامل لانثى الجمل او في السيرفكس او ممكن في الفاجينا. ده كان الكاركترستيك اوف كوبوليشن والسايت اوف ذا سيمين ديبوزيشن والنمبر اوف ذا كوبوليشن تو ساتيشن اند اكزوشن ان زي في الستاليون وفي البول والرام والبور والكامل. كوبوليشن تاي او رابطه الجماع دي بتحصل في الدوج، الدوج الجماع بتاعه مختلف عن باقي الحيوانات، بيحصل كوبوليشن الذكر بيعتلي الانثى بالشكل ده، بعد عمليه الايجاكوليشن يحصل الطاي، الطاي دي ممكن تستمر مدتها لنص ساعه، ودي ناتجه من ايه بالشكل ده كده، ادي الذكر جامع الانثى او عمل كوبوليشن او ميتنج، بعد عمليه الايجاكوليشن تستمر الطاي ما بين الذكر والانثى او رابطه الجماع بيسموها كوبولاترو تاي او الميتنج تاي ما بين الدوج والبيتش لمده تستمر ممكن توصل لساعه الا ربع. ناتج من ايه بقى؟ ناتج ان الانثى بتضغط على البينز، عندها بيهيفير ان الكونستريكتور فالفي ماسلز اللي هي عضلات الفرج قويه جدا تضغط على البينز. احنا قلنا الجلانز بينز دي بتتكون من جزئين، جزء اسمه بارز لونجاس جلانديس وجزء اسمه بالباس جلانديس، نتيجه الانضغاط اللي بتعمله او الكونستريكشن اللي بتعمله الانثى على البينز بتاع الدوج بيحصل ايه؟ بتقفل الفينس باكورد او الفينس اوت فلو، الدم اللي هيرجع عن طريق الفينز هنا، انما الدم بتاع الارتري عمال يضخ فيحصل اكيوميليشن للدم هنا، فتلاقي في زياده ملحوظه في حجم البلبس جلانديس والبارزولونجاس جلانديس بالشكل ده كده. تبص تلاقي الفينس اوت فلو بيتقفل الدورزال فين لان الفين بتبقى سوبرفيشال عن الارتري، يزيد حجم البالباس جلانديس اللي هو الجزء المنتفخ من الجلانزي بينس او حشفه القضيب او بالشكل ده كده. ادي في النون اريكتد ستيت او في الفلاسيد ستيت لما بيحصل جماع ايه اللي يحصل بقى؟ تلاقي دي الانثى تضغط بيه، دي اللي باللون الاحمر الخفيف ده فاجينا بتاعت الفيميل او المهمل بتاع الفيميل، لما تضغط هنا عند النك بتاع الجلانزي بينس تبص حضرتك تلاقي البلبس جلانديس يزيد في الحجم فيساعد على الميت باي بالشكل ده كده، تبص تلاقي البينس بالشكل ده زاد الحجم هو كده جوه الفيميل اثناء عملية الميتنج او الجماع، زاد حجم البلبس جلانديس، فنتيجة زيادة الحجم وضغط الانثى هو بص حضرتك زاد في الحجم ازاي، ده البالباس جلانديس وده البارز لونجاس جلانديس، فيحصل ايه؟ يحصل ما يسمى بالميتنج تاي او طية الجماع
اه ده البينز الجلانز بينز بتاعته حصل لها انتفاخ على الاخص الجزء البلبس جلانديس، والانثى ضاغطه بالكونستريكتور فالفي ماسز او عضلات الفرج بتاعها، فيحصل ما يسمى بالميتنج تاي اللي هي ممكن تستمر زي ما بقول لحضرتك من نص ممكن ل 45 دقيقه. القصة دي قالوا بتحصل ليه، او الميتنج تاي او كوبوليشن تاي بتحصل ليه؟ الريال كوز محدش يعرفه بالشكل التأكيدي. It does not seem to be required to get female pregnant. في ناس بيقولوا ان هو بتفضل الميتنج تاي دي لحد ما يحصل complete deposition للسيمن، وفي ناس قالوا لا ده هو بيحصل ejaculation للسيمن في بداية الجماع فده مش محتاج الرابطة دي، وفي ناس قالوا ان البروستيت جلاند ما بتكونش كملت السكريشن بتاع الفلويد بتاعها، لان احنا قلنا البروستيت جلاند دي الغدة الاكبر وهي تكاد تكون الغدة الوحيدة اللي موجودة في الضج، فما بتكونش كملت السكريشن بتاعها. 30% من السكريشن بتاع البروستيت جلاند بيفرز اثناء الطاي بتاع اللي هي الكوبيوليشن تاي او الميتنج تاي. فالميتنج تاي قالوا ان هي ممكن تكون لما يحصل لحد ما يحصل كومبليت ايفاكويشن للسيمن لحد ما يتحول السيمن للشكل الفيسكس ويحصل له اسيندنج في الفيميل جينتال تراكت يطلع لفوق، لان السيمن بتاع الضج بيبقى ووتري شويه او سائل زي الميه شويه، فممكن يحصل له سكيبنج لو حصل وذدرول للبينز من الفاجينا على طول اهو ديكريزنج ليكج اوف ذا سيمن فروم ذا فاجينا. يبقى لو القضيب حصل له وذدرول او خروج من الفاجينا بسرعه هيحصل ليكج او كميه من السيمن هتفقد عن طريق الفاجينا او الفالفا بتاعه الانثى بعض هذا السائل المنوي يفقد. كمان في سكريشن من البروستيت جلاند بيفرز اثناء الميتنج تاي او الكوبوليشن تاي. في الكات الكوبوليشن زي ما حضرتك شايف كده في امساك وبقوه للانثى، البنايل سباين دي شيء مهم جدا في عمليه الكوبوليشن وعمليه الاوفيليشن او عمليه التبويض. الذكر بيبدأ عملية الاريكشن بخروج البينز من البريبيوس، ده ذكر اهو توم كات بدأ يحصل اريكشن للبينز بدأ يعمل كوبوليشن. البنايل سباين دي بتعمل فاجينال استيموليشن او استيموليشن للوول بتاع الفاجينا عن طريق انها بتعمل تجريح في الوول بتاع الفاجينا، ممكن حضرتك تلاقي في القطط في الانثى في بليدنج بعد عمليه الكوبوليشن او الميتنج بعد الجماع تلاقي في نزول لدم نتيجه ان البنايل سباينز دي بتعمل ايه، بتعمل تجريح في الوول بتاع الفاجينا. طب هو ربنا حبيها بهذه الخاصيه ليه؟ مش عشان تعمل تجريح، لا ده علشان تعمل استيميوليشن بيسموه الفاجينال استيميوليشن، تعمل امبالس، تعمل نيرف امبالس. النيرف امبالس دي تهاجر للبرين، تروح للبرين لاني منطقه في البرين للهايبوثالاموس. الهايبوثالاموس يفرز ايه زي ما قلنا في الاندوكرينولوجي اوف ذا تيستس، يفرز الجوناد وتروفير ريليزنج هرمون اللي هو يروح للبيتوتري جلاند او غده البيتوتري تفرز الجوناد وتروفين هرمون اللي هو ال اتش وال اف اس اتش، يبدا يحصل اوفيوليشن. الاوفيوليشن بالطريقة دي ما بيحصلش، يعني تبويض ما بيحصلش لما يحصل ميتنج او كوبيوليشن، ده بيسموه induced ovulation. induced ovulation يعني تبويض مستحس، يعني ما يحصلش تبويض الا لما يحصل كوبيوليشن او ميتنج جماع، ده بيحصل في الكات وفي الكامل، ده بيسموه induced ovulation او التبويض المستحس. ولذلك حضرتك تلاقي البينس الجلانز بينس في التوم كات فيها بنايل سباين، الجلانز بينس في الكامل بتبقى هوك لايك، فيها هوك لايك بروسيس شكلها خطاف في الشكل، فيها كارتيليجنال سبورت. نيجي نشوف الكومباريتيفز اوف ذا بينس او الكومباريتيف بتوين ذا ديفرنت بنايل ذا ديفرنت دوميستيك انيمال. اول نقطة ليه كومبارتيف قلنا الطيب في الستاليون ماسكولو كافيرنس، طيب في البول والرام والبور والبق والكامل ده كله فايبرو إلاستيك. طيب زي ما قلنا الماسكولو كافيرنس موجود في الستاليون وفي الدوج وفي التوم كات وفي الهيومان، ولكن بقى الكامل سبحان الله قالوا ان هو فايبر اولاستيك. طيب بريدومينانت تيشو هنا كونكتيف تيشو زي ما قلنا، لكن في بعض الاسرز قالوا ان هو انترميديت تايب،
ترميد يا طيب يعني نوع وسط ما بين الماسكولو كافيرنس والفايبرولاستيك. ماسكولو كافيرنس، الكافيرنس تيشو بريدومينانت على الكونكتيف تيشو، التجويفيه فيه اكتر من الكونكتيف تيشو، انما الفايبرولاستيك الكونكتيف تيشو اعلى من الكافيرنس تيشو. انما في الكامل لقوا ان في يعني تناسب ما بين الكونكتيف تيشو والكافيرنس تيشو، ففي بعض الاسر بيعزوا في الكامل الى انترميديت طيب، انما هو بالاساس فايبر اولاستيك طيب، لان هو بياخد نفس الشكل اللي موجود في الرومنانت في السيجمويد فليكشر. اللينس بتاع البينس بيبقى في الهورس حوالي 50 لـ80 سم، في البول ممكن يوصل ل 1 متر، في الرام طوله حوالي 30 لـ50 سم، في البور طوله حوالي 60 سم، في الدوج طوله بيوصل من 10 لـ20 سم، في التوم كات من 1 لـ1.5 سم، في الكامل طوله حوالي 90 سم. البادي بتاعته، الشيب بتاع البادي، في الاستاليون بتبقى سايلندريكال سلايتلي كومبريزد لاترالي، في البول بتبقى سايلندريكال، في الرام بتبقى الجسم سايلندريكال، في البور بتبقى راوندد، في الدوج بتبقى سايلندريكال وديفايدد انتو بروكسيمال كودال كافيرنس بارت اند ذا ديستال كرينيال بوني بارت. احنا قلنا الكرينيال بارت منها موجود في البودي الاوسبينس، الاوسبينس عظمه موجوده فيها اليوريثرال جروف. ربنا حبق البينس هنا بتاع الدج والكات علشان عمليه الانضغاط اللي عملته الانثى، فبقى في ما يسمى بالاوسبينس او عظمه في قضيب الكلب. ليه بقى؟ الانبوبه بتاع الالم، حضرتك مهما اتكيت على الالم لسه الانبوبه بتنزل الحبر اللي فيها، مش كده؟ ده مهما ضغطت الانثى على البينس، العظمه دي عامله ايه؟ عامله حفاظ على اليوريثرا، كيبز يوريثرا اوبن الونج ذا تايم اوف كوبليشن. يبقى فايده الاوسبينس ايه يا جماعه؟ كيبز يوريثرا اوبن الونج ذا تايم اوف كوبليشن، بتخلي اليوريثرا مفتوحه طول فتره الجماع. يبقى اليوريثرا بتخليها مفتوحه طول فتره الجماع ليه؟ لان حواليها الاوسبينس، الاوسبينس فيها جروف ماشي في الايه؟ اليوريثرا، اليوريثرا ماشيه جوه هذا الايه؟ الجروف. شكل البادي بتاع البينس في التوم كات بتبقى سايلندريكال، وفي الكامل بتبقى سايلندريكال. البنايل سيبتم الفاصل اللي موجود ما بين التو كوربرا كافيرنوزا بيبقى انكمبليت في الهورس، بيبقى سيك وميديان في البول. في الهورس بيبقى بيكتيني فورم، بيكتيني فورم يعني مثقب او خيط الشكل كده. في البول بيبقى سيك، وفي الرام بيبقى سيك، في معظم الحالات بيبقى سيك، في الدوج بيبقى كومبليت هو توم كات، في الكامل بيبقى ديستينكت فايبر سيبتم اولي ان ذا كودال بارت وليس ديستينكت ان ذا فري بارت. بيبقى ديستينكت في بدايه القضيب ولكنه بيبقى اقل وضوحا في الجزء الحر او الفري بارت اوف ذا بينس. السيجمويد فليكشر، احنا قلنا السيجمويد فليكشر مش موجوده الا في الايه؟ في الفايبر اولاستيك تايب بس، فتلاقيها مش موجوده لا في الهورس ولا في الدوج ولا في الايه؟ توم كات، انما موجوده في باقي الايه؟ الحيوانات، ولكنها في البول والرام والبك اللي هو في الطور والكباش والتيس اللي هو ذكر المعز. دي بتبقى ايه؟ بوست سكروتال. يعني بوست سكروتال يعني خلف السكروتام، لان السكروتام موجود ما بين الفخذين في الانجواينال ريجون فهي خلفه. انما في الحيوانات اللي التيستس بتاعتها اصلا تحت الانس في البرينيال ريجون بتلاقيها بريسكروتال، زي البور في الخنزير وفي الكامل بتلاقيها بريسكو قدام السكروتام، لان التستس ورا اوريدي ورا. فالسيجمويد فليكشر اللي هي اس شيب دي موجوده قدام الايه؟ السكروتام. جلانز بينس بتبقى سبيشيز سبيسيفيك فيتشر، زي ما قلنا بقى انا حطيتها لحضرتك تحت اهي، في كل حيوان الجلانز بينس بتبقى خاصه بيه وشكلها، زي ما في الورس قلنا مشروم لايك شيب، في البول بتبقى سبايرال في الشيب، في الكامل بتبقى هوك لايك في الشيب، في الدوج بتكون من جزئين بارز لونجاس جلانديس وبالباس جلانديس. فالجلانز بينس بتبقى سبيشيز سبيسيفيك فيتشرز، او لها كل حيوان وله شكل خاص بيه في الجلانز بينس. اليوريثرال بروسيس في الهورس بروجكتد 2.5 سم ان ذا فوسا جلانديس، ما بيبرص عن الجلانز بينس ولكنه بارز جوه الايه؟ جوه الفوسا جلانديس، زي ما شفت حضرتك معايا كده الفوسا جلانديس اللي هي حوالين اليوريثرال بروسيس. في البول ما بيبرص عن الجلانز بينس، ده اليوريثرال بروسيس. انما في الرام بيبرص حوالي 4 سم عن نهايه القضيب، وفي البك حوالي 2.5 سم. في البور
ما بيبرص اليوريثرا بروسيس او نهايه اليوريثرا ما بتبرص عن او ما بيحصل لهاش بروجكشن بهايند ذا تيب اوف ذا بينس. نفس الكلام سواء في التوم كات او في الضب نوت بروجكت كرينيالي بهايند ذا تيب اوف ذا بينس. في الكامل اباوت 4 سم لينس وي سبورت باي كارتليجنس اكستنشن. ده اليوريثرا بروسيس زي ما قلنا في 2 ميوكاس ممبرين فولدس حوالين اليوريثرا البروسيس وفي كارتليجنس سبورت في المنطقه دي. سيرشن اوف ذا ريتراكتور بينز مسل عضله المسترجعه للقضيب بعد عمليه الميتنج والكوبريشن ترجع القضيب جوه ايه جوه الشيس او الجراب. بتنتهي فين الريتراكتور بينز ماسل؟ بتنتهي في الجلانز بينز نيركس جلانز بينز. بتنتهي في الحيوانات اللي فيها سيجمويد فليكشر زي البول والباك والرام والبور والكامل. بتنتهي في الفنترال كونفكستي اوف سيجمويد فليكشر. بتنتهي في الانحناء السفلي للسيجمويد فليكشر. في الدج بتنتهي في البالباس جلانديس في الجزء المنتفخ من الجلانز بينز. في التوم كات بتنتهي في الفنترولاترال اسبيكت اوف ذا بادي. ادي الريتراكتور بينز مسل بتنتهي في الفنترال كونفكسي ده في البول وده في البور. دي الريتراكتور بينز مسل بتنتهي في الفنترال كونفكسي اوف سيجمويد فليكشر. في الكامل ادي الريتراكتور بينز مسل بتنتهي في الفنترال كونفكسي اوف سيجمويد فليكشر. في الضج بتنتهي الريتراكتور بينز مسل تروح تمشي على الفنتر الازو بتاع بينز لحد ما تنتهي فين في البالباس جلانديس الجزء المنتفخ من الجلانز بينز. في الهورس الريتراكتور بينز مسل ادي الريتراكتور بينز مسل الملونه بالاحمر الخفيف ده راح تنتهي في نير ذا جلانز قرب نهايه الايه القضيب عند الجلانز بينز. دي كانت نقاط الكومباريتيف اوف ذا بينز اللي ممكن حضرتك تستعين بها في المقارنه ما بين الديفرنت بيناي او الديفرنت بينيسز في الديفرنت دوميستيك انيمال اللي احنا بندرسها اللي هو الاستاليون والبول والرام والبور والدوج والتوم كات والكامل. الى هنا انتهى حديثنا والى لقاء اخر ان شاء الله. دمتم في امان الله ورعايته والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.